مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، منوريني ومشرفيني في الاهلي الليله. زي ما متعودين مع حضراتكم، الاهلي الليله بيحاول يغطي كل اخبار النادي الاهلي في كل مكان. سريعا برحب بزميلي امير هشام اللي هيقول لنا فقرات الاهلي الليله النهارده. امير هشام اتفضل. مساء الفل عليك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم اليومي الاهلي الليله. هذا البرنامج اللي بيحاول بقدر المستطاع يتكلم في كل الامور الخاصه بجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. طبعا النهارده هيكون عندنا العديد والعديد من الفقرات يا كابتن ميدو، لكن خليني في البدايه كده نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراه الغد امام فريق الترجي التونسي في الجوله الخامسه من دوري المجموعات وبطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله النادي الاهلي من خلال تواجده في ملعب رادس هناك في تونس يقدر كالعاده يحقق الفوز ونرجع فرحانين ان شاء الله من تونس. بس في البدايه كده عايز اسالك عن توقعاتك للمباراه يا كابتن ميدو، شايفها ازاي؟ هو انا دايما بتوقع الاهلي طبعا يا امير، يعني بتوقع الاهلي، والاهلي دايما بيبقى عنده حسن ظن الجميع، خصوصا في المباريات اللي هي الحسام، المباريات الكبيره زي مباراه الترجي غدا زي ما انت قلت يا امير. عايزين نطمن كل الناس الاول قبل طبعا ما ادي لك الكلمه. هنجيب دلوقتي معانا على الهاتف كريم احمد، اكيد يا امير تشوف معاه كمان وتجري معاه حوار. اطمن على كل لعيبه النادي الاهلي، واطمن على المعسكر، واطمن الجماهير قبل المباراه الهامه جدا جدا، هامه معنويا. احنا خلاص ان شاء الله الحمد لله الاهلي خلاص هيصعد باذن الله الادوار النهائيه في هذه البطوله المعشوقه للجماهير الاهلاويه الساحره السمراء. ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي عشان يفرح جماهيره. لكن امير ارجع لك تاني بالكلمه، ودايما الاهلي عنده حسن ظن الجميع، عشان كده دايما متفائل بالاهلي ورجالته ان شاء الله. طبعا هي مباراه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، احنا خلاص يعني قربنا نصعد لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا بعد ما الفريق قدر انه يفوز مباراتين ورا بعض امام فريق تاونشيب سواء هنا في مصر او هناك في بوتسوانا. بالتالي فرص كبيره جدا ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي في الصعود سواء اول او ثاني، لكن احنا دايما متعودين على المركز الاول، فبالتالي من هنا جايه اهميه مباراه الغد. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحقق الفوز المعتاد اللي كلنا منتظرينه كجمهور النادي الاهلي من خلال الفوز على الترجي في ملعب رادس في العاصمه تونس. واكيد عندنا ذكريات كبيره جدا وجميله جدا هناك في تونس وفي رادس بالتحديد، كان اولها هدف ابو تريكه في الصفاقسي يا كابتن ميدو لو تفتكر، في الدقيقه 92 تقريبا في بطوله 2006، هدف خلانا كلنا بصراحه ما كناش مصدقين نفسنا وقدرنا نفوز بالبطوله ورحنا كاس العالم، من ثم كمان حققنا المركز الثالث والبرونزيه في بطوله كاس العالم للانديه في اكثر من مباراه واكثر من فريق كمان كسبناه هناك في ملعب رادس، سواء الصفاقسي، الترجي التونسي، الافريقي كمان كسبناه على فكره رغم ان ده مش الملعب الاساسي بتاعه، لكن كسبناه هناك ايضا في رادس. فبالتالي الحاله المعنويه عند اللاعبين اكيد مرتفعه، وخصوصا ان احنا هنلعب على الملعب المفضل بالنسبه لنا هناك في تونس. اتفضل يا كابتن. يعني امير انا كمان باكد على كلامك، يعني كل التوانسه الاخوه التوانسه طبعا، احنا تونس حاجه واحده، واحنا والشعب العربي عموما حاجه واحده، بلد جميله تونس بصراحه، مسميين كمان رادس العاصمه الاهلاويه لمكسب الاهلي الدائم على رادس. مش عايزين يعني نزيد في التفاؤل عشان انا بصراحه بقلق من الاجواء دي، لكن اكيد الماتشات كلها تبقى صعبه، خصوصا امير ماتشات الترجي او الانديه التونسيه بصفه عامه صعبه جدا سواء هناك او هنا. كره حديثه، كره جميله جدا، جماهير زي الجماهير الاهلاويه يا امير، فطبعا مباراه تكون مهمه ان شاء الله، مباراه تكون من جانب الاهلاوي. اتفضل يا امير. طبعا جمهور الترجي وفريق الترجي فريق كبير جدا، من اكبر الفرق في افريقيا مع النادي الاهلي، ومن اكثر الفرق حصدا للالقاب في افريقيا، سواء الالقاب المحليه بالنسبه لهم في تونس او ايضا الالقاب القاريه بجوار النادي الاهلي. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي اولا، بيجي بعديه الترجي واكثر من فريق اخر، فبالتالي تونس بلد جميله بشكل عام، الترجي وشعب تونس كمان وجمهور الترجي بالتحديد ناس جميله وناس محترمه جدا، واكيد بنكن لهم كل الاحترام في هذه المباراه. لكن في النهايه كالعاده كاهلاويه اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه. أكيد. هنروح بقى لفاصل يا كابتن ميدو، وبعد الفاصل نرجع نتكلم عن فقرات برنامج الأهلي الليلة النهارده. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم لسه في الاهلي الليله مع امير هشام زميلي العزيز، وبنتكلم عن ماتش الاهلي والترجي ان شاء الله غدا، واكيد كلكم مستنين هذه المباراه
يعني على امر من الجمر زي ما قلت لكم قبل كده، احنا كلنا هنا في الاستوديو، كمان بكره هتلاقونا كلنا هنا على قدم وساق، كله كانه في الماتش نفسه. فماتش بيبقى في العموم للجماهير الاهلاويه ولينا احنا تحديدا كمان بنبقى على اعصابنا، عايزين الاهلي يكسب، عايزين الاهلي يواصل سلسله الانتصارات بتاعته زي ما الامير هشام كسبنا ماتشين تاون شيب البتسواني، عايزين نواصل سلسله الانتصارات ان شاء الله. مباراه مهمه جدا في الاجواء التونسيه غدا ان شاء الله، لازم باتريس كالترون اكيد ومحمد يوسف محذرين كل اللعيبه ان فريق الترجي فريق كبير بيعرف يلعب على ارضه كويس قوي، مش معنى ان احنا بنكسب في رادس دايما المباراه تكون سهله ونكون متفائلين. زي ما قلت انا مش بتفائل بالاجواء التفاؤليه الزياده قوي، لكن عندي ثقه وكل الثقه في نادي الاهلي ان هو دايما عند حسن ظن الجميع يا امير. طبعا يا كابتن ميدو، هي ثقه مش اكتر، احنا بنبقى واثقين دايما في الجهاز الفني في اللاعبين قبل اي مباراه بيخدها النادي الاهلي، وخصوصا ان الهدف الاساسي بالنسبه للفريق هو الفوز دايما ايا كان بتلعب جوه مصر او بره مصر. زي ما احنا متعودين من النادي الاهلي في مختلف العصور دايما اي مباراه بياخدها بيبقى الهدف الاساسي هو الفوز، حتى لو بنلعب بفريق كبير جدا زي الترجي، ملعب اكيد صعب او ممكن متعودين عليه زي ما اتكلمنا، لكن دايما ان شاء الله بيبقى عندنا فرص ان احنا نفوز في المباريات دي. بغض النظر كمان عن النتيجه من الناحيه الفنيه، المباريات دي بتبقى ممتعه، مباريات قويه جدا، فريقين كبار سواء النادي الاهلي او فريق الترجي التونسي احد الفرق الكبار جدا في افريقيا بشكل عام، فبالتالي هتكون مباراه ممتعه جدا من الناحيه الفنيه. فريق الترجي خلاص وصل لدور الثمانيه بشكل رسمي قبل هذه المباراه، لكن ايضا عنده هدف اساسي وهو انه يفوز بالمركز الاول او يطلع اول مجموعه دي. في المقابل النادي الاهلي دايما ما بيتنازلش عن المركز الاول، فبالتالي من هنا هتيجي قوه المباراه ومتعه هذه المباراه من الناحيه الفنيه بالتحديد. فبالتالي يا كابتن ميدو اكيد بنتمنى كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي، الظروف كلها تساعد الفريق ان شاء الله والجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون وايضا كابتن محمد يوسف وجهازهم المعاون وايضا التشكيله اللي هيختارها مستر باتريس من خلال هذه المباراه يا كابتن ميدو. اكيد امير، كمان يعني احنا كلنا ثقه طبعا في باتريس كالديرون مدير الفني الفرنسي النادي الاهلي، لكن بكره اختبار حقيقي لهذا المدرب ان شاء الله يكون مدرب كبير ويكون عند حسن ظن الجميع، اختبار حقيقي من حيث الجماهيريه الكبيره لفريق الترجي، من حيث كمان قيمه اللعيبه التوانسه خصوصا في فريق الترجي، كمان مباراه تكون فيها فنيات كبيره زي ما امير هشام قال. عشان كده هنشوف باتريس كالديرون بشخصيته بكره، شخصيته ثابته، عنده قوه في الشخصيه زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، عنده قرار بياخده وعنده جراه هجوميه، عنده جراه كمان في اختيار اللاعبين زي ما قلنا قبل كده، كولوبالي اللي دفع بيه في اول مباراه في مركز حساس زي مركز السيرد باك، وليد ازارو اللي كان في راحه ولعبها برده المباريات في الفريق الافريقيه، فعنده قرارات، عنده شخصيه هتكون واضحه جدا بكره ان شاء الله. كل التوفيق لهذا المدرب الفرنسي. روح لامير هشام مره ثانيه عشان يعرفنا على فقرات الحلقه النهارده، وكمان نشوف كريم من مقر الاقامه البعثه في تونس. اتفضل امير. طيب خلينا نبتدي الاول ب نخش بقى في اجواء حلقه الاهلي الليله النهارده، واكيد حلقه جديده هتكون مهمه جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، لكن بالتحديد عايز اتكلم عن فقرات الحلقه النهارده يا كابتن ميدو. الجزء الاول هيكون في لقاء حواري ما بين الكابتن عبد الحميد حسن ميدو، وهيستضيف فيه كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى من النادي الاهلي السابق، مدرب كبير جدا، راجل قدر ان هو يحقق العديد من الانجازات مع الجهاز الفني السابق بالنسبه للنادي الاهلي، وكان بقاله فتره كبيره جدا 5-6 سنين متواجد في النادي الاهلي، كان بيشتغل بكل اخلاص وحب بالنسبه للنادي، هو احد ابناء النادي الاهلي المميزين جدا واللي قدر يساهم في العديد والعديد من البطولات. ده هيكون الجزء الاول مع الكابتن ميدو. الجزء الثاني هيكون معاكم بعض الفقرات اللي احنا متعودين عليها من خلال برنامج الاهلي الليله، هيكون معايا فقره خاصه بجمهور النادي الاهلي ودي فقره اساسيه بالنسبه لنا في برنامج الاهلي الليله، ايضا هيكون معانا فقره خاصه بالاهلي في كل حته وهو اسم الاهلي اللي بيبقى متواجد في مختلف الدول العربيه، في فرق كتير جدا بتحمل اسم النادي الاهلي، فبالتالي مهم جدا ان احنا نعرف اخبارهم وامورهم ماشيه ازاي خلال الفتره الحاليه. ايضا هنتكلم عن بعثه النادي الاهلي في تونس والكواليس هناك والامور هتبقى ماشيه ازاي، ومؤتمرات صحفيه النهارده اكيد هيكون في مؤتمرات صحفيه لكل جهاز فني سواء النادي الاهلي او فريق الترجي التونسي، وده شيء معتاد قبل المباراه بيوم. ده كان هيكون الجزء الثاني. الجزء الثالث ان شاء الله هيكون معانا الكابتن خالد العوضي طبعا، وهيقدم لنا فقره خاصه بالالعاب الاخرى، وهيكون في لقاء مميز جدا مع الكابتن احمد علي برغوتا لاعب النادي الاهلي الجديد لكره السله ومنضم حديثا من فريق الاتحاد السكندري، اكيد هيكون حوار مميز وشيق جدا لازم تتابعوه. لكن خلينا دلوقتي نبتدي بكريم احمد من تونس، مراسلنا وزميلنا العزيز في تونس والمميز جدا اللي اكيد بيغطي لنا كل كواليس الفريق هناك في تونس بشكل جيد. نروح لكريم بسرعه نعرف منه اخر الاخبار واخر الاجواء خاصه بالنادي الاهلي في تونس ونرجع مره ثانيه. اتفضل يا كريم.
شكرا ليك وتحياتي ليك ولكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. لليوم التالي على التوالي طبعا هنا في العاصمه تونس بعثه النادي الاهلي، الاهلي والترجي التونسي ان شاء الله يوم الجمعه في الساعه 8 بتوقيت تونس، 9 بتوقيت القاهره. كالعاده بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي للجهاز الفني ان شاء الله يكونوا موفقين في هذه المباراه. 3 نقاط هيكونوا هامين جدا في تصحيح المسار بالنسبه للنادي الاهلي، وايضا كمان نقطه وحيده ايضا كمان بالنسبه للنادي الاهلي ايجابيه، لكن عارفين كلنا الهدف الوحيد للنادي الاهلي في المشاركه في كل المباريات وخاصه المباريات الكبيره مثل مباراه الاهلي والترجي بيكون الهدف هو 3 نقاط فقط لغير. ويمكن حقيقه لو بطمن كل الجمهور وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان على الحاله المعنويه، حاله لعيبه النادي الاهلي سواء في التدريبات، حاله التركيز الشديد اللي اكدنا عليها هنا في فندق الاقامه. الحقيقه طبعا يمكن كل التحيه للكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام مستر باتريك سكرتيرون على فرض السيطره الكبيره وفرض التركيز الكبير على البعثه بالكامل. يمكن هذه الاجواء ان شاء الله تكون منعكسه على فريق النادي الاهلي في المباراه، التركيز ده ان شاء الله يصب في مصلحه فريق النادي الاهلي، كل لعيب يلعب حتى اخر نفس واخر دقيقه كعاده لاعبي النادي الاهلي، وان شاء الله يتركوا التوفيق على المولى عز وجل، وباذن الله ان شاء الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي. يمكن لو بنتكلم النهارده على اليوم هيكون ازاي مع فريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي وجهاز الفني للنادي الاهلي، في البدايه هيكون في مؤتمر صحفي لمستر باتريك سكرتيرون المدير الفني والكابتن شريف اكرامي كابتن فريق النادي الاهلي في الساعه 7:15 هنا في العاصمه تونس بالملعب الرئيسي ملعب رادس 8:15 بتوقيت القاهره. يليها في الساعه 8 بتوقيت تونس التدريب الرئيسي للنادي الاهلي على استاد رادس اللي هيستقبل المباراه باذن الله. عايز اقول طبعا النهارده يمكن مستر باتريك سكرتيرون امس كان في التدريب، الملعب كان مكشوف شويه بالنسبه طبعا للحضور بالنسبه لاي صحفي متواجد، اي حد كان ممكن يقدر ان هو يتابع التدريب، فالنهارده يكون تدريب مغلق تام، هيكون في بعض الجمل التكتيكيه التشكيل النهائي ان شاء الله لفريق النادي الاهلي اللي هيخوض به هذه المباراه. ولو بنتكلم كمان على عمرو السوليه حالته مطمئنه بشكل كبير جدا، اكيد كل الجمهور يهمه حاله عمرو السوليه نظرا لغياب حسام عاشور احد نجوم النادي الاهلي ونجوم خط الوسط. طبعا بيغيب حسام بسبب الايقاف، لكن عمرو السوليه حالته مميزه، يمكن التدريب امس كان بيأدي في التدريب الجماعي بالكره بشكل مميز جدا، التصويبات التحركات. النهارده كمان هيكون في اختبار طبي ليه قبل انطلاق التدريب المسائي لفريق النادي الاهلي، لكن يمكن بالشواهد اللي احنا شايفينها وبالحاله اللي احنا شايفينها لعمرو السوليه، عمرو السوليه بنسبه كبيره جدا هيكون ان شاء الله متواجد في تشكيل النادي الاهلي. كل التوفيق من جديد، مستمرين معاكم اكيد كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ورصد خاص ولحظه بلحظه هنا من بعثه النادي الاهلي في تونس. نشكر طبعا زميلنا قناة النادي الأهلي المميز جدا واللي بيتابع كل الكواليس لحظة بلحظة هناك في تونس، كواليس النادي الأهلي استعدادا لمباراة الترجي التونسي إن شاء الله غدا في الجولة 5 من دوري المجموعات ودور 16 بالتحديد من دوري أبطال أفريقيا. أكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي من خلال هذه المباراة. كريم طمنا بشكل كبير جدا عن حياة اللاعبين وبالتحديد عمرو السولية. عمرو السولية أكيد لاعب مهم جدا في وسط ملعب النادي الأهلي، إن شاء الله يجاور حسام عاشور بعد تماثله للشفاء بشكل كبير، وبنسبة كبيرة كده عمرو السولية يعني خلاص قرب يكون جاهز بنسبة 100%. النهاردة أكيد هيبان أو هتضح الأمور أكتر وأكتر بالنسبة لعمرو، هل هيقدر يشارك في المباراة بشكل أساسي ولا لا. أكيد نتمنى لعمرو السولية أن هو يلحق بهذه المباراة نظرا لأهميتها الكبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي في مشواره الأفريقي وسعيا نحو احتلال المركز الأول للنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا ومجموعة رقم A أو مجموعة رقم 1 في بطولة دوري أبطال أفريقيا. النادي الأهلي لو كسب بكرة بالمناسبة هيبقى هو الأول، عشان هو اللي كسبان الترجي. المباراة الأولى كانت تعادل سلبي هنا في مصر بالتحديد في استاد برج العرب بالإسكندرية، بالتالي إن شاء الله نتمنى أن كل اللاعبين يكونوا موفقين زي ما احنا قلنا في حالة تفاؤل بالملعب نفسه، تجارب كتيرة ومباريات كتيرة النادي الأهلي خاضها على هذا الملعب وقدر أن هو يحقق الانتصار كمان مش حتى التعادل، فبالتالي في تفاؤل عند اللاعبين عند الجهاز الفني. النقطة كمان المهمة جدا الخاصة بمستر باتريك سكرتيرون، مستر باتريك سكرتيرون الميزة اللي عنده أن هو متمرس في أفريقيا، مستر باتريك قدر أن هو يحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا مع فريق مازيمبي الكونغولي، وأيضا قدر أن هو يحقق السوبر الأفريقي، فبالتالي الميزة عند مستر باتريك سكرتيرون والنادي الأهلي فكر في التعاقد مع هذا الرجل هو أنه متمرس في القارة
القاره الافريقيه، عارف كل العقبات الخاصه ببطوله دوري ابطال افريقيا، وده الهدف الاساسي والمهم جدا ان النادي الاهلي كان يتعاقد مع مدرب بهذا الحجم. انجازاته السي في بتاعه بيتكلم عن نفسه، الهدف الاساسي ان هو حقق بطوله دوري ابطال افريقيا. نتمنى ان هو يكرر الانجاز ده زي ما حققه مع تي بي مازامبي الكونغولي، ان شاء الله يحققه مع النادي الاهلي، وده الهدف الاساسي بالنسبه لنا كجمهور للنادي الاهلي. بقالنا كتير جدا ما حققناش بطوله دوري ابطال افريقيا، كتير كتير جدا بالنسبه لنا، يعني احنا 5 سنين تقريبا ما حققناش البطوله دي، احنا مش متعودين على الكلام ده بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. البطوله يعني نبقى دايما نفسنا ان احنا نفوز بيها بشكل مستمر قدر المستطاع، بالتالي ان شاء الله في حاله تفاؤل كبيره ان احنا ان شاء الله نقدر نرجع نحصد هذا اللقب الغالي بالنسبه لكل الاهلاويه. كمان بالمناسبه مستر باتريس كارترون والصحف التونسيه هناك بتحذر من مستر باتريس كارترون، هم عارفين امكانيات هذا الرجل بشكل كبير جدا، عنده حضور فني قوي جدا في ارضيه الملعب او خلال ادارته للمباريات بشكل عام، تغييراته بدري شويه، كنا بنعاني من فتره سابقه ان التغييرات بتتاخر، لكن يعني حسب رؤيته المباريات بشكل كبير قدر المستطاع بيقدر يعمل بعض التغييرات ويتدخل في المباراه بشكل جيد جدا، وبتكون اضافه للنادي الاهلي. ممكن جمهور الاهلي خايف او قلقان شويه بعد التعادل الاخير امام فريق النجم اللبناني في البطوله العربيه، لكن ده مش مقياس اطلاقا، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يفوز في مباراه الترجي. التعادل الاخير ده مع النجم اللبناني كانت مباراه وليها ظروفها وفي بعض الغيابات، يكفي علي معلول، سالف كولوبالي، عمرو اسوليه، ايضا وليد ازارو كانوا غايبين عن هذه المباراه، لكن ان شاء الله مباراه الغد اللي هتكون في تمام الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره هيكون كل اللاعبين حاضرين بشكل قوي جدا وهيكونوا جاهزين ان شاء الله، هتكون الصفوف مكتمله خصوصا بعد خبر وزي ما سمعنا من كريم كده ان عمرو اسوليه قرب ان هو يكون جاهز بنسبه 100% ان شاء الله ان هو يكون متواجد في هذه المباراه بشكل اساسي. حتى لو غاب عمرو عندنا البديل الجيد والكفء سواء هشام محمد او اكرم توفيق كمان بعد انضمامه للقائمه الافريقيه مؤخرا مع كمان ناصر ماهر اللي هو احد العناصر المبشره جدا بالنسبه للنادي الاهلي. فبالتالي في النهايه اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، ويرجعوا لنا ان شاء الله من تونس كالعاده كده بانتصار يفرح كل الاهلاويه ان شاء الله. دلوقتي جت ميعاد الفقره الاولى والهامه جدا مع الكابتن عبد الحميد حسن ميدو اللي هيستضيف فيها الكابتن كبير جدا كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي السابق، واللي اكيد كان ليه دور كبير جدا في تجهيز حراس مرمى النادي الاهلي اللي هم كانوا احد العناصر الهامه والاساسيه في تحقيق النادي الاهلي مختلف البطولات خلال السنوات الماضيه، بالتالي اكيد هيكون لقاء وحوار مميز جدا هيتم التحدث فيه عن العديد والعديد من الملفات. خليكم مستمرين معانا، تابعونا. كابتن عبد الحميد حسن ومعاه كابتن طارق سليمان، اتفضل يا كابتن ميدو. شكرا ليك يا امير، نورني وشرفني طبعا النجم الكبير كابتن طارق سليمان مدرب حراس النادي الاهلي الاسبق. كابتن طارق منور الدنيا. ازيك كابتن احمد؟ وحشني جدا. ربنا يكرمك والف سلام عليك. انت منور وامير منور وقناه الاهلي كلها منوره. الف سلام عليك. مالك؟ الله يسلمك. يعني حاجه بسيطه كده، انا مش متعود منك على كده. لا اصابه بسيطه كده يعني. ولا ايه؟ كنت بلعب كده في ماسي مع اولادي يعني، ف جالي جزع كده بسيط. طب يعني انت مالك ومال الكوره؟ مش عايز اتكلم انا يعني، انا مش عايز اتكلم. لا والله يعني انت عارف الواحد من حين لاخر كده بيحب يلعب يعني مع اولاده، يعني العيال كبرت دلوقتي وبنلعب معاهم يعني بتسلى يعني. طيب قبل ما نبدا الحوار ان شاء الله يكون حوار مميز مع النجم طارق سليمان، تعالوا نشوف تقرير عن كابتن طارق سليمان ونرجع لحضراتكم على طول. يعد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق واحدا من أهم نجوم القلعة الحمراء لما يتمتع به من أدب وصمت. الكرة بنادي الزعفران، منه انتقل للأهلي عام 1985 لتبدأ رحلته في مهرد الجزيرة
حيث كانت المباراة الأولى له مع الفريق الأول عام 1988 أمام السكة الحديد، أعطت الظروف والأيام ظهرها للحارس الأمين طارق سليمان، حيث كان تواجده في الأهلي وقتها وسط جيل العمالقة ثابت البطل أحمد شوبير، خاصة الأخير الذي تألق بشدة في بداية حقبة التسعينيات وشارك في مونديال إيطاليا، فاختار طارق الرحيل إلى المقاولون الذي استمر به 10 سنوات، ومنه إلى أسمنت أسيوط ثم بترول أسيوط، ومنها إلى سموحة، إلى أن اعتزل الكرة نهائيا. حصد في المقاولون كلاعب 4 بطولات منها بطولة إفريقيا. طارق سليمان لم تنصفه الملاعب إلا قليلا بقدر موهبته وقدراته، لكنه انضم لأكاديمية الأهلي مباشرة بعد اعتزاله، ثم انضم لقطاع الناشئين، ثم المريخ السوداني، والعودة للأهلي كمدرب لحراس الفريق الأول. حصد 14 لقبا مع القلعة الحمراء. طارق سليمان مدرب الحراس الصامت دوما، مدرب من أسرة جميعها حراس مرمى. طارق سليمان المدرب الذي لم يخسر أمام الترجي، معنا حصريا ابن الأهلي المخلص في قناة الأهلي. طارق سليمان حارس التتش الصامت. اوروبا يا سلام يا طارق لحسام، وجنبه طارق سليمان. يا سلام يا طارق يا سليمان، مبريشا وينقذها طارق سليمان. برافو يا طارق. اهلا بحضراتكم من جديد، مشرفنا ونورني الكابتن طارق سليمان نجم الاهلي ومدرب حراس مرمى الاسبق. كابتن طارق منور الدنيا. ربنا يكرمك يا عبد الحميد، وبشكرك طبعا، وبشكر كل الساده اللي قاموا على التقرير ده، تقرير محترم بشكرهم عليه، وان شاء الله نقدم حاجه كويسه للفتره اللي احنا موجودين فيها في قناه النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني اخر حاجه في التقرير، يعني ابن الاهلي المخلص وحارس مرمى الصامت. والله يعني وانا من عادتي ما بتكلمش كتير، يعني فتره النادي الاهلي انا قعدتها في النادي الاهلي من 2012 لحد 2018، انا حوالي 6 سنين وشويه. انا ما كنتش يعني دايما، احنا في النادي الاهلي متعودين كده، خد بالك اللي دايما بيشتغل ما بيحاولش انه يكمل يتكلم، دايما بيبقى انجازاته دايما، والحمد لله الارقام اللي احنا عملناها في النادي الاهلي هي دايما اللي بتتكلم، فكنا كلامنا قليل وبنشتغل كتير، ولا يعني ده تعودنا كده وتربينا على كده في النادي الاهلي، وتعلمنا من اللي قبلينا دايما اللي في النادي الاهلي بيحاولوا انه يشتغل ويركز في شغله، ودايما شغلك بيتكلم عنك. انا قعدت في النادي الاهلي فتره كبيره الحمد لله، اشتغلت مع يعني حوالي 10 ولايات في النادي الاهلي، مع 10 ولايات تدريبيه في النادي الاهلي، منها طبعا مدربين مصريين كتير، ومنها طبعا 3 مدربين اجانب، فالحمد لله يعني الواحد ما بيحاولش يتكلم كتير، يعني انما دايما بيبقى الشغل هو اللي بيعبر عن الواحد، والحمد لله الناس يعني الكلام ده بيبقى ملاحظاه الحمد لله. يعني انا اسالك السؤال، انت عارف انها صغيره، انا عارف احنا عارفين بعض على المستوى الشخصي يعني قوي طارق سليمان، بعض سنه جميله في بترول اسيوط. طارق سليمان من انقى الناس اللي ممكن تتعامل معاهم في حياتك، يعني الحمد لله النهارده كان معانا ضيوف يعني مميزه جدا. طارق سليمان من انقى الناس اللي ممكن تتعامل معاهم في حياتك، شخصيه طيبه جدا، شخصيه مخلصه جدا، بس كان نفسي يجيبوا الاجوان اللي انا جبتها فيه. انت لسه بتقول لي يعني ما بيجيبوش اجوان ليه اللي انا جبتها فيك؟ يعني هيبقى جاي في قناه الاهلي يعني برضه عشان برضه اعرفه برضه. لا يعني والله بص، يعني الواحد الحمد لله يعني لعبت فتره في الاهلي قبل ما اروح للمقاولون العرب، وبعدين يمكن انا قعدت في المقاولون العرب 12 سنه فتره مش قليله طبعا، لعبت فيها حوالي 256 مباراه، وبعدين خدنا 4 بطولات مع المقاولين، يعني من الحاجات برضو الكويسه قوي ان يعني في تاريخ 4 بطولات مع المقاولين بره اهلي وبره نادي الزمالك بتحقق 4 بطولات، ده رقم كويس طبعا، منها بطوله افريقيه سنه 95 96، واتنين كاس مصر وبطوله سوبر، ف4 بطولات بتحققها وانت بتلعب مع المقاولين بره النادي الاهلي، ما بتبقاش سهله لعيب يحقق 4 بطولات بره النادي الاهلي، مش سهله خالص يا كابتن حبيب، انت عارف اكيد يعني دايما النادي الاهلي
بيبقى البطولات برضو الكيان بالظبط كل حاجه بتساعد جوه النادي الاهلي. بالظبط انت في بره النادي الاهلي بتلاقي الدنيا صعبه شويه قوي صعبه جدا. فلما بتاخد اربع بطولات وانت بتلعب مع المقاولين العرب فده رقم كويس، ده رقم كبير. فالحمد لله يعني. وبعدين اتنقلت طبعا لاسمنت اسوان سنه، ويمكن قضينا مع بعض تقريبا ست شهور، وانت بعدها بقى سبتني بترول اسيوط. لا سنه اسمنت اسيوط انا لوحدي، الست شهور التانيين انت سبتني طبعا ورجعت على النادي الاهلي بعد كده. الناس كانت محترمه جدا. طبعا لازم جدا جدا يعني جدا. فقضينا مع بعض سنه، ويمكن انا اتعرفت عليك في السنه دي قوي، انت اتعرفت عليها طبعا، فعشان كده العلاقه بينا الحمد لله مستمره الى الان يعني. يا رب يا رب. اي حد بيسيب الاهلي بزعل، بقى زعلان قوي طبعا مفيش شك. يعني الاهلي يعني اتعلمنا فيه حاجات كتير قوي من وانا صغير. انت عارف ان جيت النادي الاهلي وانا عندي 12 سنه. انا جيت سنه 85، قعدت من 85 لسنه 93، فقعدت 8 سنين في النادي الاهلي. بعدها زي ما اقول لك رحت للمقاولين العرب، قعدت في 12 سنه في المقاولين، ورجعت بقى الاهلي بعد ما بطلت. فاشتغلت في اكاديميه الاهلي سنه، والحمد لله سنه استفدت منها جدا جدا. اخبرناها كانت في الاكاديميه، وكان معايا حراس مرمى يعني انت ما بتختارهمش. الحراس ده تعرف الاكاديميه طبعا بيبقى بتتسع عدد كبير من الحراس. كان موجود معايا حوالي 45 حارس مرمى في الاكاديميه، وكنت بشتغل معهم مقسمهم على فترات. اشتغلت سنه في الاكاديميه، سنه بعدها على طول ربنا اكرمني وطلعت القطاع. قعدت سنتين ونص وبعدين. ده كلام مهم جدا، خلي بالك. طبعا كلام مهم جدا، عشان كمان انت تدي يعني بادره امل للناس اللي شغالين في الاكاديميات. بص يا كابتن، بقى بالنسبه لهم ان انا اوصل الفريق الاول ده حلم بعيد قوي. خلي بالك الاكاديميه كان فيها علي ماهر، كان فيها محمد عمار، كان فيها هشام حنفي، كان فيها ياسر ريان، كان فيها سيد عبد الحفيظ، كان فيها محمد رمضان، كان فيها ابو الدهب. اسماء كبيره. انا مش عايز، كان فيها قلت لك ياسر ريان، كان فيها اسماء كبيره جدا. فكل الاسماء دي اشتغلت في الاكاديميه سنه واثنين وثلاثه، وبعد كده زي ما انت شايف دلوقتي لما بنتكلم هنذكر الاسماء دي هتلاقي كلهم في انديه دلوقتي. علي ماهر ما شاء الله مدير فني، مكسر الدنيا عليه ما شاء الله، ماشي بشكل كويس جدا. اسماء كبيره. انا قعدت في الاكاديميه سنه، وزي ما قلت لك انا بدايتي قلت لك انا استفدت منها كتير جدا. كنت شغال طبعا مع كابتن سامح يحيى الله يرحمه، كان حارس مرمى وكان مدرب في الاكاديميه. وبعد كده طلعت القطاع سنتين ونص، اشتغلت سنه في المدرسه مع خمس فرق. وبعد كده صعدت 16 سنه، قعدت سنه ونص في مع 16 سنه، وبعدين رحت المريخ السوداني مع كابتن حسين البدري. حققنا بطوله الدوري في 2011، رجعنا على انبي قعدنا 6 شهور، وبعدها على النادي الاهلي. ففترتي في النادي الاهلي كلها من 2012 لحد 2018، يعني فتره كبيره الحمد لله حققت فيها 14 بطوله مع النادي الاهلي. تمام. يعني انت عارف طبعا سنه الحياه، طبعا ان انا بقعد في مكاني سواء ناجح سواء على علامه استفهام. انت كنت قايم بدورك على اعلى مستوى كل الناس طبعا، معاك حراس زي شريف اكرامي، معاك حراس زي الشناوي، معاك علي، معايا ابو السعود طبعا، وكان معايا احمد عادل طبعا، واحمد عادل كان معايا حراس من القطاع فتره كبيره. يعني عملنا روتيشن في في في, في الحراس اللي هم كانوا بيصعدوا من القطاع. والحمد لله يبتهالي يعني الحمد لله رب العالمين، يعني بداياتنا كلها الحمد أكيد لله يعني نجاحات. طبعا اكيد احنا خدنا 5 بطولات قاريه من 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 يعني من 20 بطوله اللي خدوا النادي الاهلي في تاريخه. من 2012 لحد تقريبا 2014 احنا خدنا 5 بطولات، منهم 2 ابطال دوري، 2 سوبر، كونفدراليه، وكل ده مع شريف اكرامي، شريف اكرامي واحمد عادل وابو السعود. وبعد كده طبعا الفترة الأخيرة طبعا اللي لعب فيها السنة شنان. اللي فاتت طبعا الشناوي موجود بقاله سنتين. السنة الأولى اللي جه فيها لعب فيها 10 مباريات، لعب فيها 3 دولي، 3 كاس، 4 بطولة عربية، 10 مباريات. السنة اللي فاتت لعب 31 مباراة بالظبط، وبها طبعا راح منتخب مصر ولعب كاس عالم. ففي النهايه زي ما بقول لك احنا بنشتغل في النادي الاهلي، ولما بنمشي في النادي الاهلي برضه يعني النادي الاهلي ده في دمنا يعني. بصراحه يعني انا لما كان ليا لقاء مع مصطفى كمال مدرب حراس مرمى الاهلي الحالي، ليا حوار معاه كان في الاعلام يعني، كان معاه في التليفون، وكان ليا حوار معاه خاص. قال لي بصراحه بص يعني طارق سليمان، يعني انا لما باجي امرن لجوان حاجه جميله جدا يعني. طارق سايب بصمه كبيره جدا، مش لاقي صعوبه، مش لاقي يعني حاجات، بحاول اشتغل بكمل اللي كان بيعمله طارق سليمان. فبصراحه انا يعني قلت له انت بتقول كده عشان انت مصطفى كمال اللي انا عارفك يعني. قال لي والله ما بهزر، قال لي فعلا كانت بالنسبه لنا ان انا مش معنتش، مش لاقي يعني ان انا حاجه اعالجها، انا بس بطور زي ما كان طارق بيعمل. فحاجه جميله جدا ان مصطفى بيتكلم عليه. والله انا بشكره طبعا، بشكره طبعا. وانا برضو خد بالك يا كابتن حميد، برضو نفس اللي قاله مصطفى انا بقوله. انا برضو لما اشتغلت، انا اشتغلت بعد كابتن احمد ناجي.
فبرضو الحراس المرمى كانوا يعني شغالين وكان ما شاء الله بياخدوا بطولات وكان الدنيا كويسه يعني. يعني احنا ما بنجيش نشتغل يعني دايما بنكمل الشغل سواء انا لما اشتغلت كملت شغل كابتن احمد ناجي ومصطفى لما بيجي بيكمل شغله ولا هيجي بعد مصطفى هيبقى يعني احنا في النهايه في النادي الاهلي طبعا اكيد بيبقى كل واحد له بصمه والبصمه دي خد بالك يعني انا يعني مش لازم انا اقولها البصمه دي بتتحسن من الناس بتتحسن من عيوب الناس لما تيجي تتكلم معايا بتشوف الكلام ده بتشوف كل حراس اللعب وكابتن عبد الحميد بتشوفه في شريف اكرام لما كان بيلعب وكان ماشي بشكل كويس جدا وخدنا كان في اخطاء وما زالت الاخطاء موجوده الاخطاء هتخلص في كاس العالم كان في اخطاء يعني لما نتكلم على لوريس حارس مرمى فرنسا لولا الخطا الاخير في المباراه النهائيه اللي كسبوا فيها 4-2 4-2 الخطا الاخير اللي هو بيستلم الكوره وبيحطها بالظبط كان ياخد احسن حارس في العالم خدها كورتو فعايز اقول لك ان الاخطاء موجوده في كل حراس المرمى اللي في العالم ونوير لو احنا شفنا في كاس العالم كان عنده اخطاء بالظبط كل حراس مرمى عنده اخطاء ولكن برضه بيعملوا بطولات وبيعملوا اداء كويس وشفناه في حراس مرمى كبار يعني اهم النقاط اللي بتحطها قدام عينيك في شغلك يا كابتن طارق مهم جدا جدا ان الحارس يثق فيك يا كابتن عبد الحميد ويبقى في صدق بينك وبينه لما الحارس بيثق فيك ويثق فيك في حاجتين مهمين جدا ان انت دايما وانت بتكلمه هو بيشوف في عينيك الصدق ودي مهمه جدا جدا يحس ان المدرب اللي قدامه ده بيبقى صادق معاه في كلامه وكل كلمه بيقولها له بيقولها بصدق ومش لازم انا يعني خد بالك في اوقات كتير جدا انا كنت بشتغل مع الحراس ولما كنت بشتغل مع احمد عادل مثلا فترات كبير ما كانش بيلعب والولد ما كانش فيش تمرينه كان بيبقى جاي مثلا مكسل او جاي مثلا نموذج جميل نموذج محترم ودلوقتي ما شاء الله ماشي هايل في المقص ما شاء الله عليه فالولد قعد فتره كبيره في النادي الاهلي اصل احمد كمان بيلعب شارب الاهلي كله وكنت هو بيحب النادي الامانه يعني يعني فعلا لما اللي بيقول له ابن النادي فعلا ولد فعلا دي حقيقه يعني متربي في النادي وشريف متربي في النادي والشناوي متربي في النادي الشناوي جاي بس الشناوي كان جاي اكبر شويه من شريف واكبر من احمد عادل فعايز اقول لك زي نرجع للسؤال ان دايما الحراس هم شغالين معاك مهم قوي الصدق يبقى معاهم بشكل كويس العلاقه بينك وبينهم تبقى يعني علاقه حب وعلاقه احترام وقبل الحب يبقى لازم يبقى في احترام لان انت لو ضاع الاحترام الحب كمان مش خلاص الاحترام اهم من الحب فالحمد لله كان الاثنين موجودين كان موجود احترام بيني وبين كل الحراس كانوا موجودين اخوات الصغيرين السن بيني وبينهم برده مش كبير قوي فدي كانت نقطه مهمه بيني وبين الحراس كلها يعني ففي احترام وفي حب وكان الحمد لله رب العالمين اللي كان بيلعب كنا بنبقى كلنا في ظهره كنت انا في ظهره بشكل كبير جدا جدا وبسنده ولو عنده اخطاء ما تقلقش العب والاخطاء دي وارده في كره القدم بس نحاول ان الخطا ما يتكررش ويبقى دايما في ظهره عشان لو الحارس لعب يا كابتن حميد وهو حاسس ان الجهاز الفني او مدرب الحراس او يعني بيتلككوا له او مستنيين له يخطا او هم يعني لو دي حس ان فيها يعني عدم الثقه بينه وبين الجهاز او مدرب الحراس هتعمل مشكله كبيره جدا ويبقى في اخطاء ودايما هو بيلعب هيبقى دايما شاغل نفسه باللي بره اكيد قاعد مركز في اللي بره قاعد مركز في مدرب الحراس قاعد مركز في الجهاز الفني هتبقى في مشكله والحاجات دي انت كلها كل الحاجات دي انت تعرضت لها شخصيا عشان كده انت حاسس انا حسيت بيها كلها لان انا لعبت الكلام ده حسيته وانا بلعب فدايما انا كل بص يا كابتن حميد مباراه وديه ببقى مركز جدا جدا في ان لو ده لعب شوط يبقى انا مركز ان يعني الماتش اللي قبليه كان مين اللي بيلعب وكان مين احتياطي وكان مين اللي كان بره وراعي قوي ان الحارس اللي بيلعب اساسي ما يبقاش محتاج قوي مباراه وديه زي الحراس اللي ما بيلعبوش يبقى اللي ما بيلعبوش دول هم الاهم ان يلعبوا عشان برضه نجهزهم برضه فنيا وبدنيا ونفسيا ودي مهمه ان انا بيبقى عندي ماتشات وديه كتير الحارس اللي بيلعب ده ما بيبقاش محتاج معامله قوي قد الحراس زي الحراس اللي ما بيلعبوش كان احمد عادل ده اتكلم معاه كتير جدا ابو السعود كنت اتكلم معاه كتير اقول له احمد هتلعب ان شاء الله هتلعب محتاجين بالظبط دعم المعنوي ولعب في توقيت صعب جدا ولعب نهائي بطوله افريقيا الكونفدراليه ماتشين ماتش الذهاب وماتش العوده والحمد لله ربنا اكرمنا لدرجه ان المباراه النهائيه كان بيلعبها هو كان عنده مزق حوالي 6 سم في الاماميه جاله في اثناء المباراه ده احمد عادل وكان المباراه ديت كان المفروض ان احنا في ضمن كان في 2 كمان مصابين مع احمد عادل في الملعب احنا كنا 14 لعيب في 11 في الملعب و3 على الدكه يعني كان في 3 احتياطي على الدكه ما كناش مكملين 14 15 لعيب لدرجه ان التغيير الثالث كان جريدو اللي كان موجود وكان عايز يغير التغيير الثالث ده فاحمد عادل بيجري بيعرج باين قوي يعني فرحت له لفيت له ورحت له ورجوه قلت له احمد احنا عايزين نغير التغيير التالي احنا متعادلين 0-0 ولحد الدقيقه 96 0-0 انت فاكر طبعا الجون بتاع عماد متعب طبعا فلفيت لاحمد عادل رحت له قلت له يا احمد احنا عايزين نغير التغيير التالي هتغير هنغيرك ولا الراجل عايز يغير طيب يستفيد بالتغيير قال لي انا ورجلي مقطوعه انا هكمل والله والله العظيم انا بقول لك على يعني
انا اللي فيت ورا انا ده تصريح ورا للتاريخ ده برجاوي يعني. انا عايز اقول لك عشان كده احمد عادل للتاريخ بيقول انا دايما بكلم احمد عادل. احمد عادل راجل واحمد عادل اللي بيحب النادي الاهلي جدا وهو لما كمان هو خد بالك كله طلب يمشي ولما انا طلب كنت اسالك في الجزئيه طلب ان هو عايز يلعب وعايز يلعب فاحنا كمان النادي كمان ما تاخرش النادي ساعده وقف جنبه وما طلبش فلوس كتير لما حتى النادي هو احمد لما مشي كانت الدنيا سهله وكان زي ما الولد كان يعني وقف كتير جدا جدا وما عملش مشكله في الفتره اللي قعدها في النادي الاهلي لما جه يمشي كانت الدنيا سهله بالنسبه وراح ولعب وبادي بشكل كويس ما شاء الله عليه فالحمد لله يعني طبعا انا بحاول اجيب الاسئله عايز اسالك في حاجات كتير جدا بس يعني مش عايزين ندخل في حاجات فيها حساسيه قوي لكن طارق سليمان اللي هو المدرب النادي الاهلي الحراس النادي الاهلي اكيد مدرب حراس احسن نادي في افريقيا احسن نادي في الوطن العربي اكبر جماهير اكيد بتدخل على الفيسبوك وبتدخل على مواقع التواصل الاجتماعي عموما وبتشوف انتقادات لطارق سليمان بقى بتقابل الانتقادات دي ازاي كشخص طارق بص سليمان. انا بفهم انا دايما دايما الانتقادات دي ما بزعلش منها خالص بس بيبقى في الانتقادات باينه هل ده عنده حسابات حسابات شخصيه هل ده الانتقاد ده عشان شخص معين تاني هل ده انتقاد لانه بيحب النادي الاهلي فعلا وهو بيبقى قلبه على النادي الاهلي وخايف على النادي الاهلي دي ما بزعلش منها خالص خالص جميل ان انا دايما انا ببقى لما بقرا حاجه ببقى تبقى باينه قوي قوي ان هو قاصد حاجه معينه عايز يصفي حسابات حاجه معينه عايز لشخص معين او شخص معين في تبقى باينه غير واحد بقى بيحب النادي الاهلي ده طب انا وانا ماشي في الشارع بص ده انا في مره من المرات والله كنت بعدي الشارع لقيت واحد قام رايح ضارب فرامل سواق تاكسي كبير في السن معدي مثلا 60 سنه ضرب فرامل ودقنه كبيره كده قال لقيته بيقول لي انتوا عايزين مننا ايه؟ قلت له عايزين منك ايه بس ده احنا ده النادي الاهلي ما بيلحقش ما شاء الله جمهور الاهلي ما بيزعلش بيزعل حاجه يعني وقت بسيط قوي بيزعل يعني دايما الحمد لله يعني على طول بطولات يعني ما بيعديش موسم غير لما ناخد بطولتين دي حقيقه بطوله واحده دي يعني نادرا لما ناخد بطوله فالحمد لله بناخد يعني قلت له انت زعلان من ايه يا حاج؟ زعلان طبعا عشان بطوله افريقيا احنا بقالنا فتره ما خدناش افريقيا قلت له ما تقلقش يا حاج ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك بس ما تزعلش كده فهو ده واحد بيحب النادي الاهلي ازعل منه مستحيل ازعل منه مستحيل فعايز اقول لك ان الانتقاد لينا ليا شخصيا ما انا تعرضت لانتقاد كتير جدا وحملات كبيره جدا كانت بتبقى عليا بسبب اخطاء طبعا للحراس بشكل عام بس هي يعني اخطاء الحراس وارده كابتن حميد في كل وقت مفيش حارس انت قلت اسماء حراس كبيره جدا أنا لازم نتكلم على كاريوس اخطاء كاريوس حارس مرمى ليفربول السنه اللي فاتت دي في نهائي بطوله اوروبا بالظبط شفت الخطأين عامل ازاي لمس الكره في ايده بالظبط بيحطها بنزيما بيحط رجله بياخدها يجيب جول ده خطا ده الكره الثانيه متشاطه من مسافه قد ايه يعني ما تعملش معاها مش عارف ياخد قرار مش عارف يمسكها ولا مش عارف يمسكها ولا يصطها ولا يضربها مش عارف مش ما خدش الكره شاطه من كام من اكتر من 35 ياردة فتخيل انت في نهائي دوري اوروبا فعايز اقول لك نوير في كاس العالم لوريس في نهائي كاس العالم كره في رجليه بيوقفها بيحطها للراجل يجيب جول بالظبط فكل دي اخطاء احنا بنجلد نفسنا قوي يا كابتن حميد وزي ما قلت لك في ناس بتزعل بجد وفي ناس بتبقى قلبها على النادي الاهلي ولما ده بيحصل انتقاد منهم ما بنزعلش خالص انما في ناس تانية بيبقى زي ما قلت لك بيبقى عندها حسابات دي بقى بتبقى عين دي بقى ببقى انا عارف فالاتجاه واضح يعني انما في النهايه طبعا يعني لما بتقيم الفتره كلها على بعضها في اللي احنا قعدناها في النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين فيها 14 بطوله منها خمس بطولات على المستوى القاري خمس بطولات يعني في تاريخ النادي الاهلي يا كابتن حميد 20 بطوله قاريه من 1900 انت مشارك في ربعهم في ربع البطولات مش انا يعني انا مش لا انت كشخص ما انت كشخص برضه يعني شريف اكرامي ده اللي الناس بتنتقده كتير والناس بتتكلم عنه كتير شريف اكرامي ما شاء الله يعني شوف البطولات اللي واخدها مع النادي الاهلي بطولات كتير يعني يعني شريف اكرامي تاني حارس مرمى بعد عصام الحضري عدد بطولات على مستوى القاري عصام الحضري تقريبا 6 شريف اكرامي واخد 5 انت بتدافع عنه في نفس الوقت اللي انت كنت بتلعب الشناوي انت بتعامل أنا انت بتعامل عينيك يعني بتعامل قلبك بتعامل ضميرك طبعا مش احمد عادل زي الشناوي زي شريف اكرامي زي ابو السعود زي مسعد عوض زي الحراس اللي كانوا بيطلعوا معايا من تحت حراس كتير زي عادل لطفي دلوقتي عادل لطفي ده برضه من الحراس الممتازين قوي حارس متميز جدا أوي. جدا وان شاء الله يبقى له دور مع النادي الاهلي الشناوي في اداؤه السنه اللي فاتت ده فانا مش بدافع عن شريف اكرامي انا بدافع بس ان بيبقى في اوقات انتقاد بزي دبح دي حقيقة بيبقى في دفع وزاد قوي الأيام دي بصراحة يعني بيبقى كتير جدا مش على شريف بس على أي حد يعني على أي حد فعايز أقول لا شريف بتزعل قوي يا كابتن طارق لما تحس إن هو طالع منك يعني من جمهورك اللي بيحبك قوي
مش مستحملينك ماتش ماتشين. بس صدقني والله يا كابتن حميد انا ما بزعلش من جمهور الاهلي لما في انتقاد، ما بزعلش. ما انت قلت احنا فرقنا بالانتقاد. في ناس بتبقى عارف انت بتزعل بحرقه. اه بالظبط، اللي بيزعل بحرقه ده وقلبه على النادي ما بزعلش منه، بيبان. انما في ناس بتبقى هي مستنيه. عارف انت ايه يعني؟ الكره دي من اصعب، لو تعدها لنا الكره دي من اصعب الصدات اللي صدها شريف اكرامي بصراحه. اتفضل يا كابتن. انا طبعا ده ماتش ايه ده، انا مش على مش شايف بنلعب مين يا كابتن حميد. الصوره بعيده شويه. ما هو البرجاوي بيجيب لك كل الماتشات الاهلي والداخليه تقريبا. ده الداخليه. شريف كان متالق في المباراه. ماتشات كتيره يعني، مش ماتشات افريقيه وماتشات ماتشات يعني. تخيل انت يعني بطوله افريقيا دي بطوله صعبه. بص الكره دي صعبه صعبه جدا 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 صعبة جدا. تمركزه فيها كويس. شوف المهاره المنافسه، شوف فرد الجسم عامل ازاي. شوف توجيه جسمه وتوجيهه يطلعها بعيد عن كل اللي كمان. الشناوي لما لعب بصراحه يعني، انت الشناوي كمان انت بتدي لكل واحد حقه بصراحه. طبعا انا كنت قابلتك يعني، انا كمان المفروض ما اقولوش، لكن انا كنت دايما باجي لك التمرين في النادي، ببقى عايز ببقى مشفق عليك بصراحه يعني. انت معاك شريف اكرامي ومعاك محمد الشناوي ومعاك احمد عادل ومعاك عادل برضه، خلي بالك يعني كل واحد ليه شخصيته وكل واحد جون كبير. فان انت تختار ومنافسه وتدعم بالظبط كده، وبعدين ردود الافعال الثانيه. انت عارف يا كابتن عبد الحميد النقطه دي مهمه قوي. شريف اكرامي وهو بيلعب نفس الكلام كنت بقوله لشريف اكرامي، كربون بقوله للشناوي. اكيد الشناوي جاي يلعب، وهنبقى في ظهرك، هنساندك، لو عندك لو في اخطاء هنتحملها وما تقلقش والعب. ولو في اخطاء، ما هو الخطا وارده زي وكنت بقول الكلام ده لشريف. انت شايف لو قعدت ولعب حارس مرمى تاني نفس اللي بعمله معاك هيعمله معاه. لان انا في النهايه انت يا شريف انا مدرب حارس مرمى النادي الاهلي، لا انا مدرب شريف اكرامي ولا انا مدرب احمد عادل ولا مدرب الشناوي، انا مدرب في النادي الاهلي. والمكان ده حتى عليا ان انا ابقى مخلص للمكان ده وابقى فير في المكان ده. والحمد لله رب العالمين. زي ما قلت لك الشناوي السنه اللي فاتت لما بدا يلعب اول مباراه لعبها كانت مباراه الانتاج الحربي. اول مباراه طبعا بعد ما رجعنا من بطوله افريقيا شهر 11 بعد المباراه النهائيه اللي خسرناها مع الوداد. لعب مباراه في الكاس، وكان اول مباراه في الدوري كانت مباراه الانتاج. ما شاء الله ما شاء الله اداء متميز للشناوي. وبسبب الاداء ده مش مباراه واحده يا كابتن حميد، لا فضل ده مباراه واثنين و10 و20 لحد ما لعب اكثر من حوالي، بتتكلم في حوالي 31 مباراه. دي حقيقه. فالمباراه دي كلها ادته افضليه انه يروح منتخب مصر. ولما راح منتخب مصر كمان الظروف خدمته شويه، خدمته طبعا انه بيلعب وشيف اكرامي في النادي ما بيلعبش، خدمته ان احمد الشناوي في الزمالك اتصاب. فالولد كمان ادى بشكل كويس، وكان في قناعات من كوبر مع للولد ادى بشكل هايل. واول ما راح يا كابتن خد بالك بقى، اول ما راح الشناوي كان بعدها بثلاث ايام كان في مباراه البرتغال. اول مباراه واول مباراه دوليه بالظبط. فبعد المباراه حتى انا كلمت قلت تصريح مهم قوي، قلت ان الشناوي بيلعب مباراه البرتغال ومباراه صعبه ومباراه مهمه، وتحس انه بيلعب بقاله خمس ست سنين منتخب مصر بالظبط، وكمان تحت ضغط عالي قوي. بس انت عارف طبعا هدوءه في المباراه، تركيزه العالي، تحركاته، اداؤه السهل. تحس ان ولد بيلعب عنده مثلا 45 مباراه دوليه، 50 مباراه دوليه، خمس ست سنين منتخب مصر. فعشان ده ادى اطمئنان كبير جدا للراجل اللي ممكن ايه يعتمد عليه في كاس العالم. فقام مدوه كمان ماتشين في الـ في الـ في الـ في الماتشات الوديه. اداله ماتش بلجيكا الشوط الاول، واداله ماتش كولومبيا الشوط الثاني، ولعب ثلاث ماتشات تقال بالظبط. المنتخب لعب في الفتره دي يا كابتن حميد حوالي خمس ماتشات، ماتش مباراه الكويت والثلاث ماتشات اللي احنا قلنا عليهم، وكان في مباراه كمان كانت مع مش فاكر المباراه كانت مع مين، المباراه الخامسه. والماتشات دي كلها اللي لعب فيها مين اكتر عدد ماتشات كان الشناوي. ولما رحنا كاس عالم بدا بالشناوي. عايز اقول لك ان الشناوي ادى يعني عمل اداء كويس، ولما خد فرصه ولعب وادى بشكل كويس خلاص ما تقدرش انت تقعده. لانه يعني بقى خلاص يعني موضوع انه يقعد ما تبقاش سهل. حارس مرمى اللي بيبقى بيلعب ويأدي بشكل كويس مباراه واثنين زي ما قلت اكتر طبعا من أكثر طبعا من لازم ياخد للاخر، فبياخد للاخر كمان انت بتدعم كمان وانت ما عليكش انت كحارس مرمى انت تصبر تاني وتكافح تاني عشان ترجع تاني تبقى رقم واحد. انا بتكلم على لشريف او على لطفي، هي منافسه، وزي ما احنا كنا ثلاث حراس مرمى موجودين في النادي الاهلي، ثلاثه كويسين، فاللي بيلعب ويمسك في الفرصه بيكمل. تمام يعني قول لي اه ولا عشان ما تطولش في الاجابه، كنت متوقع تقعد ولا تمشي؟ اه ولا والله نسبه يعني نسبة انا قعدت اه ولا لا ما انا ما اصل دي اه ولا دي صعبه شويه
ليه بقى؟ لان انا زي ما قلت لك، انا في بدايه كلامي قلت لك ان انا قعدت 10 ولايات مع 10 مدربين، ما مش 10 في مدربين جم مرتين بالظبط، كل مره انا كنت بقعد مع مدربين كتير، كنت متوقع كنت بنسبه كبيره كنت ممكن بنسبة كبيرة. يعني بنسبه كبيره انما مش معنى ان انا مشيت معه في النهايه ده قرار في قرار مجلس الاداره، اكيد اكيد هي دي سنه الحياه او قرار لجنه الكوره يحترم، واللي جه مكاني ده ما هو ابني من ابناء النادي الاهلي، اكيد وحاجه جميله قوي، وكمان عارفين ان شاء الله عارفين كمان هم بيتعاملوا مع مين كطارق سليمان، وعارفين ان طارق مش شخصيات نظيفة جدا ومش شخصيات طيبة جدا ومش شخصيات بتتقبل القرارات وبتتفهمها كمان، والله الحمد لله كتر خير. وبعدين انا بالحمد لله يعني خد بالك انا قضيت فترة كبيرة بتكلم 7 سنين ومسؤولية كبيرة جدا، حتة ان انت تبقى مسؤول عن حراس مرمى النادي الاهلي 7 سنين طبعا، واكبر نادي في افريقيا ونادي القرن، ومسؤولية مش سهلة طبعا. خد بالك بقى انت بتفهم مسؤوليه بعد عصام الحضري ما مشي طبعا. عصام الحضري اعرف قعد كام سنه كتر، قعد من 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 سنه 96 ل 2008 12 سنه عصام الحضري المكان ده الى حد كبير جدا ما كانش فيه مش يعني بعد ما بطل الكابتن شوبير ولعب الحضري في اول 4 سنين كانت الدنيا ما كانتش متظبطه، بعد كده الحضري حوالي 7-8 سنين خلاص مفيش مشكله خلاص، فاللي جاي بعديه لازم هيقارنوه وما ينفعش. الحضري مش 2008 من 2008 ل 2012 كان عندنا كان في ضرب نار بالزبط. في المكان ده بالظبط، انا فاكر كويس قوي لان بالزبط. انا التواريخ انا حافظها 2008 و2009. 2008 احنا خدنا بطوله افريقيا مع امير عبد الحميد وخدنا السوبر، السوبر ده انت كنت موجود فيها تقريبا ولا اللي بعديه 2007 2008 كنت موجود، انا كنت موجود لا 2007 2007 سوبر افريقيا، ايوه سوبر افريقيا، سوبر افريقيا لا انا واخده مع الحضري مع الحضري. يبقى امير لا امير خد بطوله افريقيا لو انت فاكر نهائي القطن الكاميروني بتاع 2-2 في 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 في, في القطن كان 2008 وبعدها خدنا السوبر، بعدها امير قعد ولعب تقريبا شريف، وبعدين شريف قعد ولعب لو انت فاكر لعب رمزي صالح، احسن لملوم يعني 2-0 هنا و2-2 هناك. اي برافو عليك ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليه 2-0 و2-2 هناك احمد حسن هناك وشادي، بص شادي اهو على طول احمد حسن وشادي فبقول لك ايه خدنا بطولتين في الفتره دي، وبعد كده امير قعد لعب تقريبا رمز صالح، بعد كده لعب ابو السعود، بعد كده لعب كتير احمد عادل كتير لعب شريف 4 سنين لعب 5 حراس مرمى من 2012 بقى لحد بتتكلم في 5-6 سنين اللي كان اساس على طول وبيلعب شريف اكرام لحد ما لعب الشناوي السنه اللي فاتت. طيب برضو لا عشان انا عايز اعفيك انت اللي بتتكلم، يعني كنت متوقع اختيارات المنتخب يبقى فيها طارق سليمان بنسبه كبيره؟ بنسبه كبيره طبعا بنسبه كبيره. طب لما رد فعلك بيكون ايه؟ بقول الحمد لله. الحمد لله طبعا ربنا مش رايد ان انا ابقى موجود، فبقول الحمد لله. بس انا يعني قبل ما الاختيار يتم امبارح كانت بنسبه كبيره انا متوقع ان انا ابقى موجود. عارف ليه يا كابتن حميد؟ مش عشان يعني انا متوقع ان انا موجود من الرصيد الحمد لله الواحد عمله الفتره اللي فاتت، يعني الحمد لله رب العالمين عملت الحمد لله رصيد كبير جدا في النادي الاهلي، الرصيد ده اكيد بيشفع لي يعني أكيد. لما باجي بيشفع لي كمان، وفي عندي 2 حراس مرمى في كاس عالم من النادي الاهلي، شريف اكرامي والشناوي محمد الشناوي، وكمان الشناوي ما شاء الله يعني شنو ما راحش لعب كاس عالم كده، يعني ما نزلش بالباراشوت كده على لعب كاس عالم اكيد، لا اكيد كان في شغل وكان في تعب وكان في مجهود الشناوي عشان يلعب، عشان يبقى في ثقه في، انا قلت في البدايه يبقى في ثقه في الجهاز الفني، وعشان يلعب بعد 3 أيام أو 4 أيام مباراه البرتغال، ما هو ده اكيد في 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 اداء متميز في مع النادي. طب انا هبسطها للناس يعني بطريقه ممكن تكون بعيده عنك شويه، تعرف ان الشناوي لما راح المنتخب في مدربين من 3-4 سنين قالت لك احنا اشتغلنا مع الشناوي، انت فاهم؟ سمعت الكلام ده وفي من 5 سنين وفي من 5 سنين وفي من 4 سنين فكل اللي بيبقى حاطط بصمه في حد بيروح منتخب ودي على فكره حاجه، تخيل بقى انت بقى اللي هو بقى يعني اللي قعد معاك وعاش معاك، فبقول لك يعني دي بقى دي اكبر دليل ان انت فعلا ليك بصمه ايجابيه جدا في انا اقول لك على حاجه تطوير اداء الشناوي. لعب اول ما مشي لعب، راح لعب في الجيش قعد تقريبا سنتين في الجيش، وبعدين راح حرس الحدود وراح بتروجيت، كان بيلعب وكان بيأدي بشكل كويس، كان هايل. انما في المجمل التطور اللي حصل له ده حصل له في النادي الاهلي بالزبط. والله مش عشان انا موجود، لا بالظبط، والله العظيم التطور بالزبط. التطور الكبير قوي اصل النادي الاهلي مقياس ثاني كمان يا كابتن، التطور اللي حصل ده ما كان في بتروجيت السنه اللي قبليها على طول، كان بيلعب كان ماشي كان وكان في منتخب مصر وكان في المنتخب وكان بيبقى عنده اخطاء كتير وكان بيأدي بشكل كويس ماتشات كويسه قوي، وكان طالع نازل يعني كانت الدنيا ايه، بيعمل ماتشات كويسه قوي، انما التطور الكبير اللي حصل له ده حصل له في النادي الاهلي ده واضح جدا، يعني مش عشان انا بتكلم عن نفسي،
بس ده واضح للناس. اصل انا كنت مدربه كمان في بتروجيت وشايف اكرام التطور اللي حصل تطور طبعًا كبير جدا شايف اكرام طبعًا. رغم ان بوري زي ما قلت لك الاخطاء مش هتبطلها طبعا انما كل ما كده شايف اكرام يا كابتن حميد عمل ارقام كبيره جدا في الفيصل عمل ارقام دخل من ضمن 10 حراس احسن افضل 10 في تاريخ مصر بالظبط وشينهم مع الحراس بس شريهم كمان معاهم وهو بتروجيت الامانه يعني فكل كل مدربين الحراس اللي اشتغلوا مع الشناوي طبعا كلهم لهم اكيد لهم فضل على أكيد بس في النهايه عشان يلعب منتخب مصر ويؤدي بالشكل ده مع النادي الاهلي بالشكل ده في الضغوط اللي في موجوده في النادي الاهلي راجع طبعا للقدرات الخاصه اللي عند الشناوي يعني انا برضو مش ساحر انت في النهايه بتقدر تظبط امور معينه سواء في التكتيك او في المهاره او في القرار بتاعه او في حاجات في التمركز في التحرك حاجات كتير انما في النهايه ما انت عندك هو الاساس ان هو عنده قدرات اساس انه عنده طبعًا موهبه طبعا ده هي ده العنصر انت بتشتغل عليه طبعا هو لو ما عندوش موهبه عنده قدرات انت مش هتجيب الاهلي الموهبه اساس انما انت ازاي بقى تعمل تطور الكلام ده وتنمي الكلام ده ده شغل المدرب اكيد يعني انا كمان عايز افكرك انت قلت لي عن موقف لاحمد عادل لما في مباراه الكونفدراليه قال لك انا لو رجلي مقطوعه انا هكمل لعب برضه الشناوي في مباراه في بتروجيت قال لي نفس الكلمه بالظبط كان عنده جاله جزع جامد جدا في الرباط الداخلي مش قادر شبه قاطع كمان في الرباط الداخلي وكان في مباراه في افريقيا كان في الدوري كان في الدوري معايا وقال نفس الكلام برضه قال انا لو رجلي مقطوعه هكمل وكان بيلعب برجل واحده والله العظيم مش عارف ازاي وكان بيطلع ويقابل بص كان عملها في النادي الاهلي بس كانت ضمه فكان جاي له هو احتراف انا فاكر قعد احتراف وكان النادي اللي بيكلمه فكان في بروتوكول انا بحبه جدا يعني فقلت له الشناوي قال لي ده انا اموت يا كابتن وارجع النادي الاهلي اموت وارجع النادي الاهلي قلت له طب والاحتراف قال لي بقول لك يا كابتن بس هم يشاوروا لي في النادي الاهلي كان ايامها لسه بتروجيت عايزين يوافقوا على الاحتراف ورافعين فلوس النادي شويه فبقول لك اخلاص مش طبيعي بالنسبة لكل الحراس اللي اشتغلوا معاك حاجة جميلة جدا الشناوي السنة اللي فاتت دي كان بيلعب وكان عنده مشكله في الضم لدرجه ان هو قعد مباراه في مباراه السموحه ما لعبش سموحه واحمد عادل لعب المباراه دي ولعب مباراه طنطا لو انت فاكر كان الشناوي عنده الضم وكانت وجعاه جدا يا شناوي يا حبيبي مش عافيه يا حبيبي هيبقى في مشي هو عنده ده يأخرك بالظبط هيعطلك كتير الولد مصر وانت عانيت في الحته دي كمان لا رهيب انت عانيت في اصابات كتير كمان لا الاصابات دي طبيعي ان يبقى عندك اصابات سبحان الله شفت بتنصح مين وانا كنت فاكر انت موضوع الاصابات ده طب انا كابتن رمضان السيد في السنه دي في انت كنت معايا قال لي يا ابني انت كان بيجي المدلك يدلكني قبل ما انزل التمرين فكان بيدلك مره دخل عليا كده فلقاني ايه بتدلك فكان بيدلكني من اول كعب من اول رجليا لحد قال لي ده انت خريطه ده بيدلك ايه يا عم انت بيدلك جسمك كله تعبان كابتن رمضان ربنا يمسيه بالخير كابتن رمضان حاجه جميله جدا طيب هنطلع فاصل ونرجع نواصل مع النجم طارق سليمان وحديث مهم جدا استنونا اهلا بحضراتكم من جديد لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله ومعايا النجم الكبير الكابتن طارق سليمان اهلا بيك كابتن طارق مره تانية اهلا بيك يا كابتن محمد يعني احنا طلعنا فاصل كده ايه يعني عشان ناخد نفسنا ناخد نفسنا يعني برضو مش بلاش ادخلك في جو عايزين نطلع من الجو اللي هو انت زعلت بقى وما زعلتش ومش عايز ادخل انا لا في الحته انا دي. زعلت بس زي ما قلت لك قلت الحمد لله انما طبعا بالتوفيق طبعا للجهاز اللي موجود كابتن احمد ناجي طبعا والجهاز اللي موجود انما طبعا ما هو طبيعي ان انا يبقى عندي طموح وان انا ده شرف لاي حد من شرف منتخب مصر زعلت طبعا زعلت انما بقول الحمد لله طبعا يعني ربنا مش كاتب لي لسه ميعادها ما جاش لكن لسه طموحك موجود طبعا موجود ترجع النادي الاهلي وتروح منتخب مصر طبعًا. وكل الحاجات دي طبعا اكيد يعني جالك عروض الفتره اللي فاتت جالي عروض من بره مصر ومن داخل مصر بس طب يعني ايه والله في ظروف خاصه كده غير الاصابه لا ما فيش حاجه يعني في ظروف يعني وكده يعني معطلاني شويه انما ان شاء الله يعني في خلال فتره بسيطه ان شاء الله الامور هتبقى احسن ان شاء الله زي ما انت قلت كده يعني اصابه بسيطه كده ان شاء الله
دي بس اللي عطلتني شويه، انما يعني فتره يعني ان شاء اسبوعين ثلاثه ان شاء الله هيبقى الواحد زي الفل ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله باذن الله. يعني قول لي بصفه عامه، هل مركز الحراسه في مصر محتاج شغل؟ شايفه ازاي؟ بنسبه كام احنا ماشيين كويس؟ قيم لي الحراسه في مصر. لا بص، هو بشكل عام طبعا احنا عندنا حراس مرمى، عن موجود عندنا حراس مرمى وحراس مرمى كويسين. بس المشكله عندنا يا جدعان انت ما عندكش سيستم. والسيستم ده حتى حارس المرمى اللي بيلعب، يعني احنا مثلا الدوري بدا يتلعب بقاله 3 اسابيع، وفي فرقه يمكن فرقه واحده بس ولا فرقتين اللي لعبوا 4 اسابيع بتروجيت. انما في النهايه عندك حراس مرمى طبعا كويسين مميزين، وعندك مواهب، عندك مواهب وعندك، انما السيستم مش موجود. والسيستم ده دايما بيبقى دايما من السن الصغير. تبقى انت شغال بسيستم، السيستم ده الصغير ده مشكله يطلع معاك لحد الدرجه الاولى، فانت انت كراجل بقى في الدرجه الاولى ما تعانيش في الشغل. يعني انا برضو من كنت محظوظ ان انا وانا في النادي الاهلي، النادي الاهلي ساعدني ان انا اطلع معايشه في اسبانيا. رحت اتلتيكو مدريد، رحنا قعدنا هناك، قعدت كان معايا وائل شيتوس وكان معايا علي ماهر، قعدنا اسبوع. اهم ما يميز الناس هناك ايه؟ الناس شغاله بسيستم من اول السن. طبعا كنت بروح اقعد من الساعه 10 الصبح. بصراحه بعيد عننا قوي يا طارق. والله العظيم الدنيا سهله، احنا عندنا مش سهله يعني سهله، بس هو سيستم. بس سيستم ايه؟ ان انت تبقى شغال صح، الشغل صح ده بيريح اكيد. ولما يبقى عندك جون بيتاسس من سن صغير، وهو عنده 9 7 سنين 8 سنين 10 11 12 سنه 13 سنه، الولد بيتاسس، ما عندكش مشكله، والوقت عندك في ايدك، مفيش ضغوط. موضوع كبير جدا، خلي بالك التاسيس ده موضوع كبير جدا. طبعا بس التاسيس ده اساس كل حاجه طبعا. لو اسست الولد واتاسس، وطبعا طبعا الاختيارات العين، ان انا بختار قوام، بختار الشكل، الطول، الكور البدنيه يبقى عامل ازاي، ما اختارش جون طوله 175 سم طبعا هو صغير ما بيبقاش باين، انما في عوامل تقدر تشوفها، وكل سنه ممكن بتتضح ليك اكتر، بس معدلات النمو طبعا بتبان. فمهم قوي ان انت وانت بتختار وانت بتشتغل صح، هتلاقي عندك بعد كده قاعده كبيره في مصر موجودين بقى، ودول بقى بيتربوا تحت، فكل سنه دول بيكبروا بيتاسسوا. انما دلوقتي لما بتيجي تتكلم على اجوان في مصر، لا عندك اجوان كتير كويس، بس برضه زي ما اقول لك ايه، الجون ممكن تلاقيه في مباراه عامل مباراه هايله، تاني مباراه مش عارف، في المباراه نفسها ممكن يبقى عامل مباراه. ليه؟ ما عشان ما فيش سيستم، التكتيك مش موجود، عنده اخطاء في التمركز كتير جدا. يعني انا ما انت بتتكلم على عده نقاط لما بتيجي تشوف الجول بتقول يبقى الخطا هنا في القرار، لا خطا كان تمركزه ما كانش صح. طب سؤال مهم يا كابتن طارق، مش هسمي جون باسمه، يعني في جوان كبيره جدا اخطاها يعني عمرك ما تتوقعها، تقول ده انا لو انا ابني الصغير يمسك الكوره، لو انا ابني الصغير يصدها، ايه بيبقى ايه التركيه اللي في كده؟ إيه خطا في المهاره، المهاره ما بتأدتش بشكل كويس. ما هو دايما 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 لما بتتكلم ايه يا عم ده ما عرفش يمسك كوره، ده خطا، ده على طول تتكلم ايه ده خطا ايه مهاره. انما مش خطا المهاره لوحدها، في اخطاء كتير، انما دايما انا بكلمك عن بيتشاف قوي، اللي بيتشاف قوي ما هو ده اللي بيتشاف قوي 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 للناس، خطا المهاره. لان خطا المهاره دي هو اخر حاجه بتتأدى قبل ما الكوره تخش جول. تمام، فاهمني؟ يعني هما بيبقى في حاجات قبل المهاره دي انت بتعملها، حاجات كتير، بتتكلم في تحرك، بتتكلم بعد كده في تمركز، بتتكلم في شكل التمركز. ما يعني الوقفه دي مش تمركز، يعني واقف في رشاقه لا، بتتكلم في بتتكلم في تحرك، تمركز، شكل تمركز، بتتكلم بعد كده في قرار، بتتكلم بعد كده في اداء حركي، بتتكلم بعد كده في ايه؟ في مهاره. اداء الحركي ده بقى اللي هو ما قبل على طول الايه؟ المهارة. ما انت يعني انت بالاول بتاخد قرار، القرار ده بيخليك تعمل ايه؟ تعمل اداء حركي. بالظبط، الاداء الحركي ده له شكل برضه، مش اي شكل. بالظبط، حسب بالزبط. المهاره بقى، وبعد كده اخر حاجه بتتأدى ايه؟ المهاره. انت ما بتشتغلش على المهاره كويس من الصغر. يعني المهاره دي يا كابتن عميد، انت عشان الجول انت بس شوت كوره، انت كراجل فيرو بتشوت كوره، ارتفاعها ده وقوتها بتحدد لي شكل المهاره اللي انا ايه؟ هعمله. فلما اجي امسك الكوره كده انا كده عملت شكل، مش كده؟ عملت شكل، انت صورتني بالظبط، هتلاقيني عامل شكل وانا بمسك الكوره. الشكل ده عشان الولد يعمله من سن صغير، وضعيه الايد دي مش سهله. ده في ولد تلاقيه عامل ايده كده بالظبط، ده ولد عامل ايده كده، تلاقي الكوره تيجي فين؟ في ولد عامل ايده كده، في ولد بيمسك كده، يبقى ظهر ايده كده، ده ظهر ايده فين ليك انت؟ المفروض ظهر ايده يبقى فين؟ موضوع كبير، عشان كده بقول لك في تفاصيل صغيره كتير جدا، لو قعدنا نتكلم فيها هنقعد عايزين حلقات. بالظبط، انما المهاره دي اساس كل حاجه، لو الولد وهو سنه صغير اتاسس على المهاره دي هيريح جدا في الاخر، هيريح. لان خد بالك المهاره دي انا ممكن اقعد في المهاره 4 5 شهور معلم مهاره واحده بس. احنا لازم يبقى لنا، لازم تيجي مره ثانيه ونقعد نتكلم ان شاء الله في الموضوع كمان السنه الصغيره. لعبت الترجي كم مره؟
والله الحمد لله الترجي يعني سبع ماتشات سبع ماتشات كسبنا كم ماتش فيهم؟ ثلاثة في تونس وواحد في السويس 3-0 في السويس وثلاث تعادلات في مصر وكسبنا في تونس ثلاثة. شايف ماتش بكرة ازاي؟ لا مباراة صعبة طبعا صعبة على الاثنين. شايف صعوبتها في ايه؟ صعبة على الاهلي وعلى الترجي مش على الاهلي بس. شايف صعوبتها في ايه؟ صعوبتها انت بتلعب فرقة كبيرة فرقة عندها جمهور بتلعب فرقة كبيرة فرقة برضه يعني فرقة بتنافس فرقة عندها لعبة كويسة عندها امكانيات زي ما بنتكلم عن النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي والقدرات الفنية اللعيبة وجهاز فني والنادي وإدارة فنفس الكلام ده بتلاقيه في تونس اتكلم برضو على نادي كبير جدا جماهيريا كمان انا نادي جماهيري كبير جدا انا قلت كمان هيبقى مقياس عشان كده انا بقول لك صعبه على مش صعبه على الاهلي لوحده 50-50 بالظبط دايما يعني كده ليه يا كابتن عبد الحميد بقول لك 50-50 النادي الاهلي موضوع انه يتعود يلعب في رادس دي بقت بالنسبه له سهله جدا الملعب هناك تحفه يعني ارضيه الملعب هنا بتتكلم على استاد برج العرب لسه كان محسن لملوم بيقول لي الصحافه التونسيه على وانت قبل كده ان رادس عاصمه الاهلي بالظبط كده فانا بقول لك المباراه صعبه على الاثنين النادي الاهلي عنده لعيبه كويسه عنده لعيبه خبرات لعبت كتير في الاجواء دي فالنادي الاهلي يقدر يكسب هناك بس محتاج ايه خبرات اللعيبه اللي موجوده وتقل اللعيبه وهدوء اللعيبه في الملعب انما يعني ان شاء الله باذن الله الجمهور ده خد بالك عامل مهم جدا للنادي الاهلي مش يعني خد بالك الجمهور بقى دلوقتي بقى اول ما المباراه بيحس بهجوم على لعيبته ويبدا يشجع لعيبه النادي الاهلي وحصل كتير معانا كل الماتشات اللي احنا كسبناها هناك تحصل بالظبط بيشجع لعيبه النادي الاهلي في نهايه المباراه او بعد بيبقى يحس ان الاداء وحش او الاداء اللعيبه اللي مش ماشيه كويس بيشجع اللعيبه الفرقه حصل كتير طيب الحمد لله كسبت الترجي هناك ثلاث ماتشات والثلاث ماتشات دول كان الجمهور بيشجع لعيبه النادي الاهلي استاذنك هنرجع نتكلم تاني بعد ما نروح نشوف المؤتمر الصحفي على هواء مباشره حالا دلوقتي ونرجع لحضراتكم على طول اتفضلوا On est très heureux de venir ici à Tunis une ville que je connais bien et puis surtout de venir jouer un grand match face à l'Espérance de deux clubs historiques africains qui s'affrontent une nouvelle fois c'est un moment merveilleux pour le football africain et en tout cas on est très motivé à l'idée de faire un grand match demain طبعا انا سعيد جدا بشكركم انا سعيد اني موجود هنا وفي مدينه تونس مدينه جميله اعرفها كويس بنلعب مع فرقه كبيره زي الترجي وطبعا ده هيبقى ماتش تاريخي لان بين فرقتين كبار في افريقيا بنقابلهم المره الثانيه واتمنى نعمل مباراه كويسه اكيد احنا اول حاجه مبسوطين ان احنا موجودين في تونس احنا يعني من البلاد المحببه لينا وبنبقى سعداء جدا احنا مبسوطين هنا عندنا مباراة مهمة جدا بكرة ودايما مباراة الفرق الكبيرة مع بعض تبقى مباراة كبيرة ومباراة مهمة النادي الأهلي ونادي الترجي من الفرقتين الكبار في أفريقيا لهم تاريخ كبير فزي ما قلت أول حاجة سعداء إن احنا موجودين في بلدنا ده يعتبر بلدنا وإن شاء الله بإذن الله بنتطلع إن احنا إن شاء الله بإذن الله نعمل نتيجة إن شاء الله بإذن الله إيجابية ويكون الفوز من حليفنا ويساهم إن شاء الله في صعودنا للدور اللي جاي إن شاء الله بإذن الله Nafa Benachour, Bein Sport, donc bonsoir coach. Donc ce sera le deuxième match de Dali, cinquième match de Dali dans le groupe. Maintenant l'Espérance est qualifiée. Il cherche la qualification. Il est prêt de se qualifier, mais c'est pas encore fait. Et certainement, on sait le faire ici à Rennes. Alors, je pense pas comme ça. Je veux juste que les gens, nos supporters et tout le monde se souviennent que, à mon arrivée, pour beaucoup, on était quasiment éliminés de la Champions League avec un point après deux matchs. On a su relever la tête, prendre six points sur les deux matchs suivants. Donc, ça nous donne juste la possibilité d'avoir notre destin entre nos pieds quelque part, parce que avec deux points. On est qualifié, donc avec une victoire sur les deux matchs, on jouera contre Kampala à domicile le dernier match. Donc toujours pareil, quel que soit le résultat du match de demain, on aura toujours la possibilité de se qualifier avec ce dernier match. Maintenant, c'est sûr que l'Espérance est déjà qualifiée. Nous, on aimerait aussi être qualifié plutôt que d'avoir
la pression de jouer un dernier match pour se qualifier, on y laisserait, on le sait, beaucoup de force. Donc bien sûr qu'on est motivé à l'idée de faire un grand match demain, d'avoir un grand résultat pour nous aussi être qualifiés comme l'espérance l'a fait de manière très brillante. ما هترجم بسرعة السؤال بيقول ده خامس مباراة ليك في بطولة أفريقيا وطبعا أكيد نفسك تتأهل من رادس الرد قال له أنا ما بفكرش بالطريقة دي احنا لما جيت كان موقف فريق صعب كان نقطة واحدة وفي الماتشين اللي فاتوا خدنا 6 نقط واعتقد يعني دلوقتي هو الترجي يتأهل طبعا احنا نفسنا ان احنا نعمل نتيجة إيجابية ونتأهل علشان الماتش الأخير مبقاش فيه يبقى يعني يبقى احنا مقررين مصيرنا بدري ما بقاش نستنى آخر ماتش ويبقى فيه ضغط بس ودي فرقة يعني الماتش بين فرقتين كبار ودي فقط انا سألته خمس مباراة للأهلي مش ليه يعني هو فين خامس لا مش الأهلي أكتر خامس مباراة للأهلي معي اوكي Nous avons ces joueurs absents. Est-ce que vous avez trouvé des remplaçants pour les absents qui ne seront pas présents dans le match? Est-ce que vous êtes inquiet pour les joueurs qui ne vont pas jouer? Pour Saad, vous avez de beaux souvenirs au stade de Rodez avec les supporters de Rennes. Est-ce que ça fait une pression sur vous? Déjà, je ne veux pas parler des absents, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais je m'intéresse toujours aux joueurs qui sont présents et qui ont la possibilité de montrer leur qualité. C'est ma conception d'une gestion d'effectifs, avoir un effectif avec des joueurs motivés qui sont tous à 100%. On a notre capitaine qui est suspendu, mais ça fait partie des aléas d'une compétition. Pour le reste, j'ai un groupe opérationnel avec des joueurs à 100% et on trouvera les moyens d'avoir une équipe compétitive demain malgré l'absence de notre capitaine. ما بحبش اتكلم عن غيابات بتكلم على الناس الموجوده في الملعب انا عندي فرقه كويسه وبحب ادير فرقتي من الموجود يبقى جاهز ويحضر انا طبعا انا عارف ان الكابتن بتاع الفريق بتاعي موقوف في المباراه دي وده جزء من اللعبه المفروض انا بركز مع اللعيبه الموجوده وان شاء الله نعمل نتيجه كويسه اكيد طبعا شكرا اكيد ملعب رادس بالنسبه لنا بيحمل ذكريات كتير كويسه لكن هي في الاول وفي الاخر هي ذكريات بالنسبه لنا الكره دايما بتعترف بالجهد والعرق طول 90 دقيقه فاللي فات ده احنا اكيد بنبقى سعداء بيه وبنتذكره لكن الاهم من ده ان احنا نتعب اثناء اللقاء واثناء 90 دقيقه هو ده اللي هيجيب لنا الفوز فان شاء الله باذن الله دايما لما بنكون موجودين في استاد رادس ماتشات بتبقى صعبه وماتشات قويه لكن روح لعيبه النادي الاهلي واسره لعيبه النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه هو اللي بيبقى الدافع رقم واحد للمكسب ان شاء الله باذن الله Il y avait trois absents, Ali Maloul, Azarou, Salif Koulibaly. Et toi, Salif Koulibaly. Mais le système de jeu a modifié. Et on n'a pas senti que ce Ali comme de tous les matchs. C'est pourquoi vous n'avez pas un bon match, vous avez fait un match nul. Est-ce que ça, parce que vous avez concentré une grande concentration pour l'espérance, vous avez laissé ces joueurs ne pas jouer? Ou bien? Quelle était votre philosophie pour ne pas faire jouer ces trois joueurs? La réponse est relativement simple. On a des matchs tous les trois jours. On est inscrit dans toutes les compétitions. Notre objectif, c'est d'être opérationnel sur toutes les compétitions. C'est le premier point. Par rapport à ça, on a eu, je crois, 70% de possession de balles sur ce match face à cette équipe libanaise qui était venue pour défendre. On a eu 13 occasions nettes. On a manqué d'efficacité. Maintenant, il y a un match retour. On a toujours la possibilité de se qualifier. Et ensuite, j'ai jugé opportun, compte tenu de l'importance et de l'influence que peuvent avoir effectivement certains joueurs à quelques jours d'un rendez-vous fondamental en Ligue, j'avais décidé de donner leur chance à d'autres joueurs pour qu'ils montrent
que je pouvais également compter sur eux. Mais encore une fois, ça fait partie des rotations qu'un entraîneur est amené à effectuer pour être compétitif sur l'ensemble d'une saison. أنا عندي بلعب مباراة كل 3 أيام، فطبعا بفكر بحاول يعني في سياسة الدور بخلي اللعيبة كلها تلعب. أنا بختار الفرقة، وأهم حاجة عندي يكون كنادي الأهلي يبقى منافس في أي بطولة ألعب فيها. فكان في فرصة طبعا في أهمية لماتش الترجي، وكان في لعيبة رايحة، وكان في نفس الوقت أستغل الفرصة إن أنا أدي فرصة للاعبين اللي مش هيكونوا ياخدوا فرصة في الماتشات اللي فاتت يظهروا نفسهم ونشوف إمكانياتهم، ومطمن وقت محتاجهم هلاقيهم موجودين. إحنا لعبنا مع فرقة الاستحواذ بتاعنا الإحصائيات بتقول 70%، عندها فرص كتيرة جدا ما عرفناش نترجمها، وفي ماتش عودة، فالموضوع بالنسبة لي مش مقلق في ماتش عودة، بس طبعا اللعيبة دي كنت طبعا بريحهم علشان انا عندي ماتش مهم قدام الترجي. أكيد طبعا وجود رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وأسطورة النادي الأهلي في رئيس للبعثة، ده بيحمل اللعيبة يعني بيديها الأول حاجة ثقة كبيرة جدا، وبيديها إحساس إن في مسؤولية عالية في اللقاء، وطبعا دي في نفس الوقت بتبقى مسؤولية وسعادة إن أنت يعني الأجواء بالنسبة لك بيبقى فيها تركيز فيها إصرار. إحنا متعودين في بالنسبة لنا في النادي الأهلي دايما مركزين، دايما طول الوقت عندنا تحمل مسؤوليه، لان جمهورنا ما بيقبلش ان احنا رقم واحد. الكوتش معظم الوقت محضرنا بشكل كويس نفسيا وبدنيا للمباريات اللي زي دي. اللعيبه الحمد لله لعيبه النادي الاهلي عندها خبرات، والمدرب بتاعنا عنده خبرات كبيره في البطوله دي، ويمكن فاز بالبطوله قبل كده، فكل دي عوامل بالنسبه لنا احنا يعني عوامل، هي دي فرقه البطوله والفرقه الكبيره. فزي ما انا قلت لك رقم واحد طول ما احنا في اقصى روحنا واقصى اصرار بالنسبه لنا في اثناء اللقاء، هو ده اللي هيجيب لنا المكسب. فان شاء الله بنتمنى بكره باذن الله يبقى في اقصى روح بالنسبه لنا واقصى يعني ليفل بالنسبه لنا في التركيز، ان شاء الله ربنا يكرمنا بالمكسب ان شاء الله. ان شاء الله كابتن طبعا مباراه محمد ضد ترشيد تقدم مباراة تقليدية، لأن الأهلي يلعب من أجل الوصول لدور الثمانية وهو الهدف المنشود بالنسبة لنادي كبير الأهلي، لكن تبقى مثل هذه مباريات بين كبيري القارة السمراء دائما أنك طبعا يعني احنا بنبقى سعداء واحنا في تونس، يعني زي ما قلت لك ومن البلاد المحببه لينا، والترجي بالنسبه لنا في منافسه ومنافسه قويه بالنسبه لنا، وزي ما انا قلت الترجي نادي كبير، لكن احنا بنحترم فريق الترجي جدا وبنقدره تقدير كبير جدا، لكن زي ما انت قلت تمر بفرقتين كبار، فرقتين لهم تاريخ في افريقيا. النادي الاهلي الحمد لله يعني ليه الغلبه في الفترات اللي فاتت في البطولات القاريه في افريقيا كلها، وليه التاريخ الكبير في افريقيا كلها، فبنتمنى زي ما قلت لك ان شاء الله باذن الله المباراه تخرج بروح رياضيه، ويبقى التوفيق لينا كنادي اهلي ان احنا نفوز باللقاء ان شاء الله. طبعا الاهلي بدا بدايه متعثره في المجموعه على غير العاده مع الكابتن حسن البدري، ما الذي تغير منذ قدوم المدرب للنادي، وهل ارتفع ربما الحافز المعنوي والرغبه في العوده الاهلي بست نقاط في مباراتين؟ اكيد احنا البدايه بالنسبه لنا ما كانتش موفقه بالنسبه لاسمه وتاريخه ومكانه النادي الاهلي اللي احنا بنتطلع عليها، لكن احنا متعودين في النادي الاهلي كلنا بنتحمل المسؤوليه كلاعبين وكاجهاز وكاداره، كلنا متحملين مسؤوليه النجاح والاخفاقات، فدي من اساس نجاحنا ان احنا على طول اسره واحده وعيله واحده مع بعض. لما الكوتش تولى المسؤوليه كان عندنا دافع كبير وحافز كبير، من الحاجات اللي اشتغل عليها الكوتش النواحي المعنويه والنواحي التحفيزيه، وعلاها عند معظم اللعيبه وعندنا كلنا، وزرع ان احنا قادرين نحقق وقادرين ان احنا نحصد الست نقاط اللي كانوا في المباراتين اللي ورا بعض، فدي كانت اكتر حاجه مركزين فيها. واكيد الشغل الفني اشتغلنا كتير وابتدينا نحفظ الشغل كتير، والشغل اكيد له شغل فني احنا بنحاول ان احنا نستوعبه في اقصر وقت ممكن عشان خاطر نقدر ننفذ الحاجات اللي هو بيطلبها مننا، لكن انا شايف ان الناحيه المعنويه فرقت معانا بشكل كبير جدا، والناحيه التحضيريه للمباريات من خلال المدرب فرقت معانا بشكل كبير جدا، وده اللي ادانا دوافع الفتره اللي فاتت، وزائد شخصيه البطل، وشخصيه البطل انا شايف ان هي موجوده عند المدرب لان المدرب بطل، وموجوده عند اللعيبه والنادي الاهلي لان النادي الاهلي طبعا رقم واحد، بيبص ان هو يبقى رقم واحد ويبص البطوله دايما يعني.
Merci. Bonne soirée. يعني حضراتكم استعرضنا مع حضراتكم وقائع المؤتمر الصحفي اللي اقيم منذ قليل. ابرز مقوله في هذا المؤتمر واللي لفت نظري جدا هو كلام سعد سمير ان الانتصارات مجرد ذكريات، لكن اللعب على ارض الواقع مختلف تماما. الاهلي عايز الثلاث نقاط وعايز يعمل مكسب، وهو البطل هو الاكثر تتويجا بالبطولات. ده كلام سعد سمير. كمان باتريس كالترون قال ان انا اعرف تونس كويس، يعرفها كويس كلعب ويعرف الترجي كويس. كمان قال ان هو ماتش تاريخي يليق باسم النادي الاهلي ونادي الترجي. كمان اتسال انت عايز تحسم المباراه من هنا، قال انا ما بفكرش كده خالص، انا بفكر في ان انا اعمل ماتش كويس، كل لعيبتي يطلعوا كل اللي عندهم، نعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ده كان اهم ما قيل في هذا المؤتمر الصحفي يا كابتن طارق. وهو ده اللي احنا بنتكلم فيها يا كابتن حميد من ساعتها. يعني بدانا لما نتكلم على ماتش الترجي قبل ما نروح المؤتمر، ان احنا بنقول ان المباراه صعبه للاثنين، مش للنادي الاهلي او يعني المباراه صعبه للترجي وللاهلي. ودايما المباراه بتبقى محتاجه هدوء، بتبقى محتاجه تركيز عالي جدا جدا. المباراه ما بتخلصش يعني ما بتخلص مع صفاره الحكم. يعني دايما الماتشات دي ما بتبقاش ماتشات سهله، حتى نتائجها هناك يعني احنا كسبنا 2-1 ماتش، 2-1 ماتش، 2-1 ماتش، 1-0 فلحد اخر لحظه المباراه متعلقه، وهنا تعادلنا 3 مباريات. فعلا بتبقى ماتشات قويه، فعلا ماتش قوي جدا. يعني ماتش واحد في السبعه اللي احنا كنا بنتكلم على سبع ماتشات، ماتش واحد اللي كسبناه 3-0 كان له يعني ظروف خاصه كده، وكسبنا 3 اللي كان في السويس. انما الماتشات متعلقه دايما لاخر لحظه. حتى المباراه الاخيره اللي كانت هنا في الدور الاول تعادلنا 0-0. يعني لما بتشوف الاهلي دلوقتي يا كابتن طارق، سواء افريقيا او محليا في الدوري المصري في مباراه القاره اللي لعبها النادي الاهلي، شايف انا دايما بحب اسال ضيوف الكبار في القيمه في الكوره، يعني بتشوف السلبيات في ايه اهم من الايجابيات بالنسبه لي انا شخصيا؟ بص دايما الاهلي في يعني مثلا انا شفت يعني افضل مباراه وافضل شوط ان الاهلي اداه في الفتره الاخيره دي مباراه المصري الشوط الاولاني. اداء حقيقي فعلا فعلا اللي شفت اداء النادي الاهلي اللي بيتقدم فعلا من لعيبه النادي الاهلي. يعني الكره على الارض، لعيبه المصري مش يعني ما كانوش بينقلوا 90 دقيقه 45 دقيقه النادي الاهلي في نص ملعب النادي المصري، وكمان بيستحوذ وبينقل وبيوصل. فاحسن شوط شفته للنادي الاهلي مباراه الشوط الاول في مباراه المصري بشكل عام بقى الماتش كله يعني، انما الشوط الاول كان افضل بكتير. برضه لسه الاهلي ما وصلش يعني، عارف انت الاهلي دايما بتنزل انت المباراه كابتن حميد من اول ثانيه في المباراه بتحس ان انت ضاغط الفرقه وحاططها في ال 18 وكره عرضيه من اليمين وكره عرضيه من الشمال وفاولات ومش عارف وكورنر من هنا وكورنر من هنا. فدي لسه ما وصلت يعني ما وصلناش لدي لسه. انما الاداء، لا الاداء انا شايف الاداء الى حد كبير اداء معقول، مش هقول الاداء يعني متميز، لسه اداء متميز. الاهلي لحد يعني خمس ماتشات بتتكلم داخل فيه هدف واحد في خمس مباريات، في خمس مباريات الاهلي كسبان في الخمس مباريات دول كسبان 4 تقريبا، متعادل مباراه واحده، متعادل 2 المباراه الاخيره مع ان كان دي المباراه الوحيده. هو انا مش عايز اقول الاداء كان وحش، الاداء ما كانش وحش خالص، انما ضيعنا فرص كتير. كان في استعجال على كان في استعجال بس كان في استعجال في جوه 18، في استعجال شويه، في رعونه شويه. المكان ده يا جماعه عايز هدوء، والمكان ده عايز عقل، عايز فكر، مش عايز يبقى فيه عصبيه او عايز يبقى فيه قوه. في حاجات بتبقى عايزه دايما القوه. اول مره كنت اشوفها بتتكلم في نقطه مهمه، اول مره كنت اشوف لعيبه الاهلي مستعجلين قوي هي دي بس. انما كان في اداء وكان في فرص كتير بتضيع وكان في استحواذ وكان في كرات عرضيه من يمين ومن الشمال وكان في فرص كتير ضاعت. الماتش ده كان فيها اللي هو ماتش النجمه الاخير، انما كان في استعجال دايما داخل ال 18. ده بيعرض لك مباراه المصري الشوط الاول طبعا. لا كنا كويسين قوي مباراه المصري بصراحه الشوط الاولاني، كنا كويسين قوي، لعبنا كوره على الارض كتير. يعني دايما الاهلي لما بيمسك كوره كابتن حميد عشان الفرقه الثانيه تبدا تاخدها، انت بتبني على الاقل مش اقل من 10 15 نقله على الارض. بالظبط بالظبط، على ما تبدا الفرقه ايه تبدا تاخد الكوره منك. فمباراه المصري الشوط الاولاني كنا لا بالعكس كنا كويسين. مباراه النجمه مش عايز اقول كنا كويسين، مش معنى. بص المشكله عندنا ان اوقات كتير احنا بنحلل النتيجه، ما بنحللش الاداء. مش معنى ان احنا تعادلنا يبقى الاداء وحش، احنا ممكن نكسب مباراه والاداء ما يبقاش كويس. انما لا، مباراه النجمه اللي شايف الاداء الى حد كبير كان معقول قوي، كان في رعونه، كان في استعجال داخل ال 18. يعني لو جبت الشوط الاولاني ده في فرص، ده انت والشبكه بالظبط. يعني في لعيبه كان من جوه الست بالظبط بالظبط، كان في استعجال، كان في استعجال شويه، كان في استعجال في الوقت اللي هم كانوا متكترين فيه جدا دفاعيا، كان لازم انا قصدي نتقل شويه لغايه لما نلاقي ثغره. بس الكره بتجي لك يعني كابتن، الكره بتجي لك وانت جوه ال 18 محتاجه عقل ومحتاجه ان انت تركن، ما تستعجلش في ان انت تشوط.
يعني اركن بس شوط من بره 18 بره 18 مش هتركن كره من بره 18 مش هتخش في حارس مرمى. انما لما تبقى جوه 18 واوقات بتبقى جوه السته وبره السته ب 2 3 يارده، طب انت محتاج شوط ليه؟ انت لو ركنتها كده هتحطها بعيد عن الجون هتخش. كابتن ده في كور جت بتخبط في رجل الجون. بالظبط بالظبط بالظبط، لو حتى كروس بالعرض كل على الارض كتير. يعني انت من الناس اللي انا اعرفها انها هي بيعملوا سيناريوهات في دماغهم، بتعمل سيناريو في دماغك او بتتخيل الماتش، وبنسبه كبيره جدا بيطلع الماتش زي ما انت بتتخيله. متخيل ماتش الترجي بكره ازاي؟ هو دايما لو فكرت فيه الماتشات اللي كنا بنلعبها كانت دايما السيناريوهات اللي بتبقى موجوده، وكان دايما يعني الكابتن حسام او لما كان موجود الكابتن فتحي، يعني الماتشات الثلاث ماتشات اللي لعبتهم هناك كان الكابتن حسام ماتشين وكابتن فتحي مبروك المباراه. دايما في بدايه المباراه طبعا انت بتحاول تمتص الضغط الجماهيري، الضغط الجماهيري وتمتص حماس اللعيبه داخل الملعب. فتمتصه بايه؟ ان انت تنقل كتير كتير، يبقى في استحواذ، يبقى في نقل كتير. وخد بالك برده النقل ما بيبقاش عندك جوه على خط. طب انت شايف باتريس كالترون، معلش انا بقطعك بس احنا بنتكلم في الكوره عشان الحديث يبقى جميل، شايف باتريس كالترون من المدربين اللي بيحبوا النقل كتير ولا بيحبوا اللعب المباشر؟ شفتها في الماتش في مباراه مصر الشوط الاول شفتها الى حد كبير، ما شفتهاش كتير في الماتشات اللي اتلعبت. شويه المباراه بتاعه النجم، انما الماتشين بتوع الماتشين بتوع تاون شيب ما كانش موجود. طبعا الملعب هناك طبعا لظروف خاصه، ويعني الكلام يعني الملعب الى حد كبير كان صعب، كان فارق مع اللعيب. طبعا اللعيبه محتاجه ملعب كويس، واللعيبه اصلا هي لعيبه على كترات عاليه فمحتاجه ملعب كويس بالزبط. فده متوفر بكره ان شاء الله باذن الله. فمحتاج ننقل كتير. بص دايما يا كابتن حبيبي، شوف حتى في الماتشات في اوروبا الاستحواذ ده في يعني في فرقه بتبقى الكره بتبقى معاها 50 و60 نقله بالظبط، ما بتضيعش بالظبط. فالاستحواذ ده الاستحواذ ده لحد ما يجي لك يفتح ثغره، اول ما تلاقي الثغره فك توصل حط بقى قدام. ده بقى انت متخيل شايف الماتش بكره ازاي؟ المباراه زي ما قلت لك في ضغط من الترجي، يبقى فيه هيبقى فيه ضغط شويه من الاهلي، هيبقى فيه ضغط من الاهلي ممكن. بس انا 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 بقول لك ان المباراه صدقني المباراه هتبقى يعني زي ما هي ضغط على الاهلي ضغط على الترجي المباراه، انما زي ما بقول لك احنا عشان احنا نبقى شكلنا كويس في المباراه ونحاول نمتص الغضب ده في الجمهور والضغط الجماهيري واللعيبه في الملعب، محتاجين بس ننقل شويه في اول ربع ساعه. هتلاقي نفسك انت بتاخد كمان انت دفعه معنويه وبتوصل، وممكن هتوصل لجون كتير. خد بالك ما هم برضو هم المباراه بالنسبه لهم هم كده كده صعدوا، بس بتلعب على الاول. وان شاء الله باذن الله احنا برضو يعني الصعود ان شاء الله باذن الله ما فيش فيه مشكله. لا احنا لسه يعني خلينا نتكلم واقعيا لسه الموضوع ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ما فيش قدامنا حلول باذن الله يعني. وممكن نتعادلوا بكره مع بعض باذن الله، ممكن يعني لو نتعادلوا بكره ممكن تكسب بكره ليه لا. انا بتكلم على كامبالا سيتي وتاون شيب، لو تعادلوا مع بعض خلاص يبقى خلص الموضوع خلص. انما بقول لك احنا بكره ان شاء الله برضو المباراه انت كنت بتروح تلعب الماتشات هناك بيبقى صعبه، كان المباراه يعني دور الثمانيه يعني ده خروج المغلوب. المباراه كانت في النهائي، المباراه كانت في النهائي اللي كسبناها، يعني المباراه برضو خلاص بتلعب على البطوله. بكره المباراه انت لحد كبير انت برضو ما انتش مضغوط قوي، يعني ما انتش رايح بتلعب على نقطه ولو خسرت النقطه هتبقى بره البطوله، لا دي مش موجوده. فدي برضو تديك اريحيه كبيره جدا، اريحيه في ان انت لما تبقى نازل الملعب في ثقه وفي هدوء في الملعب وتنقل وتوصل يعني ما بيبقاش في بقى استعجال في ان انت كل كره تمسكها طق تقوم مديها واحده قدام. واحده قدام دي معناها ان هم هياخدوا الكوره ويعملوا استحواذ وهيجوا لك. شخصيه المدرب يا كابتن طارق بتفرق في الموقف طبعا، يعني شخصيه المدرب، انا مثلا مدرب عصبي وتنشان شويه غير مدرب هادي، مدرب بيقول لعيبه العبوا مالكوش دعوه. قابلت الشخصيات دي؟ احنا الاهلي بدون تحديد اسماء هقول لك على حاجه، قابلت طبعا قابلت مدرب بيبقى فيه فعلا يعني زي ما انا بقول شخصيه اللاعب او شكل اللاعب هو شخصيه المدرب بره الى حد كبير. بالنسبه لك هقول لك على حاجه، اللاعب انا بتكلم بشكل عام بقى مش على النادي الاهلي ولا لعيبه النادي الاهلي، تمام مهم قوي قوي ان المدرب ما يبقاش درجه الهدوء بتاعته تبقى توصل تتعدل الحدود بشكل ان انت يبقى مبالغ فيه درجه تبقى توصل ان اللعيب ما يبقاش عامل حسابك وانت لا اكيد لا اكيد لا دي مهمه جدا اكيد لا. انا بتكلم خلينا نتكلم على الاهلي، يعني خلينا نتكلم على الاهلي مهم الكلام ده في هدوء طبعا لازم المدرب يبقى هادي، لازم المدرب يبقى مدي اللعيبه ثقه في الملعب وما يبقاش مستعجل اللعيبه ومش موتر اللعيبه، كل الكلام ده مطلوب. انما مش لدرجه ان اللعيب يبقى في الملعب اوقات اللعيب في الملعب يعني الدنيا لا لازم انا برضو يبقى تركيز عالي، يبقى انا المكان بتاعي ما بقاش انا في كوره ممكن ما ارجعش فيها طبعا مش عارف الكلام ده اصلا ما يحصلش الكلام ده بصراحه فاهمني. انما وجود المدرب يبقى هادي طبعا لازم يبقى هادي عشان حتى ما كل ما انت طول ما انت هادي طول ما انت بتفكر صح اول ما بيحصل توتر او بيحصل عصبيه شويه تفكير الى حد كبير ما بيبقاش صح، هتلاقي التفكير عندك فيه عصبيه برضو، هتلاقي حتى توجيهك داخل الملعب للعيبه في الملعب ممكن يبقى فيه عصبيه، ممكن يحصل وارد ممكن تلاقي لعيب مع النرفزه مع الضغط بالظبط رد كده رد الفعل ممكن مش كويس.
فدايما اللعيب محتاج ان يبقى التوجيهات بيبقى بشكل كويس بشكل فيه هدوء وفي اوقات لا محتاجه يبقى فيه شويه يبقى في صوت عالي وتوجيه يبقى بصوت عالي وبشكل معين وما ياخدش وقت. طب لو انت مع الشناوي بكره هتقول له ايه ابرز نصايحك ليه؟ ابرز النصايح للشناوي ان الشناوي في مباراه كبيره اللي زي دي او اكرامي ايا كان اللي او عالي حتى يعني ثلاثه موجودين وثلاثه جاهزين ان شاء الله احنا بنتكلم بس في الواقعيه ان هو اقرب يعني الشناوي اقرب بالزبط. دايما في المباراه دي ببقى نازل احنا دايما احنا بننزل احنا الاول دايما حتى بننزل قبل تسخين اللعيبه بحوالي 5 دقائق او 10 دقائق فبنمتص حماس الجمهور في الاول وبيجري طبعا في ال 18 بيجري حوالي 4-5 دقائق كده وبعدين يعمل اطالات ويبقى هادي جدا 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 وبعدين نبدا نشتغل يبدا لازم شو لازم التسخين بتاعه الجون ياخد ثقه في التسخين ثقه ازاي وان حتى وانا بشوط عليه انا ببقى متعمد اشوطه بشكل معين الشوطه دي تبقى راحه يبقى بيمسك ياخد ثقه حتى على الجمهور اللي موجود لان طبعا لو انت بتسخن والكره داخل الجون والجمهور بيبدا يعمل اهات ومش عارف ايه بالظبط بالظبط كل الحاجات دي انا ببقى واخد بالي منها وعامل حسابي ليها يعني. طب انت ابرز نصايحك ممكن يبقى هادي يبقى هادي ودايما يبقى عشان اوصل لدرجه التركيز بنسبه 100% اعمل حاجتين حاجتين في التركيز 100% اعمل حاجتين كل ما الكره بتتحرك انا كمان ليا تحرك الراجل بيسنتر الكوره سواء احنا بنسنتر او تمام دايما كل شايف. تحرك للكوره انا كمان ليا ليا تحرك ممكن الكره بتتحرك 20 يارده انا اتحرك يارده يارده دي واحد اثنين اكمل التركيز بس الحاجه الثانيه ان انا دايما يبقى في توجيهات دايما للاعيبه داخل الملعب توجيه بشكل معين وبشكل هادي كل ما انا بوجه يبقى انا معناها ان انا مركز انا مش ممكن اقول لك يا عبد الحميد تعالى يمين شويه وبقولها كده طب استاذنك هنكمل هنكمل حواري معاك ونشوف اهم النقاط اللي ممكن تقولها للشناوي بكره او اهم نصايحك ليه بعد ما اخد هذه المداخله التليفونيه المهمه جدا كابتن خالد بيومي نجم التحليل الاول في العالم العربي كله كابتن خالد اهلا بيك كابتن حميد ازيك اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين وكل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى عليكم تحياتي كابتن طارق سليمان منور الدنيا يا كابتن خالد تحياتي ليك يا كابتن ربنا يخليك كابتن طارق ازيك الحمد لله يا كابتن تعمل ايه كل سنه وانت طيب لا وانت طيب يا فندم ربنا يخليك يعني طبعا لما يكون معايا خالد بيومي بقى بيبقى عندي اسئله كبيره جدا وكثيره جدا بس احنا هنركز في ماتش الترجي بكره كابتن أيه. خالد بيومي يعني بقى هقطع عليك الموضوع على 4 اللي تحت طب ما كنتش هسالك كده انت كمان هتتوقع الاسئله كمان بتاعتي لا مش عارف على اصحاب فعشان كده طالما اصحاب فبفهمك تمام التليفون تمام ربنا يخليك يا كابتن بص الاربعه اللي تحت بالنسبه للترجي مشي من عندهم علي مشاني وكمان الطالبي وهاب لمبارك الباك رايت قلب الدفاع باك رايت وبالتالي الراجل الفتره اللي فاتت دي مش قادر يلاح مشكله للحته ديت نازل خليل شمام اللي هو الباك ليفت لعبه قلب دفاع بالظبط الباك رايت جاب سامح الدربالي من اهل طرابلس لعبه على الباك رايت ونزل حسين الرباعي خلاه يلعب باك ليفت وهو اساسا قلب دفاع الاربعه دول من اسوء ما يمكن في الترجي السته اللي قدام غير الاربعه اللي تحت صحيح عندهم اثنين لاعيبه نص ملعب ممتازين جدا أوي. فرانك كوم وكلوبالي انما الاربعه اللي تحت يا كابتن ميدو وكابتن طارق اذا كان حسين الربيع بطيء جدا ممكن يفرق مع النادي الاهلي بالنسبه لوليد سليمان خليل شمام مع شمس الدين الزوادي ثغره كبيره جدا ممكن يلعب عليها وليد ازارو نفس الموضوع بالنسبه لسامح الدربالي اخطاء كبيره جدا وشفنا الهدف اللي جه في ماتش البطوله العربيه مع رزاق سي سي مباراه الاتحاد السكندري اعتقد لو كارتيرون لعب على الاربعه اللي تحت قدر يعمل فاصل او جاب كبير للعيبه نص الملعب الاربعه اللي تحت او ضغط عليه من البدايه هيتعب كتير جدا الترجي وخصوصا الربع ساعه الاولى وجهه نظري ان ده لازم يشتغل عليه كارتيرون والجهاز اللي معه يعني بص بيقول كل الاسئله بس مش هسيبك برضه كابتن خير يعني طيب لو قلت لك ابرز اربع لاعبين ممكن تحطهم انت كخالد بيومي في خط هجوم النادي الاهلي الثلاثه اللي تحت الفرود والفرود في التوقيت الحالي احنا عارفين ان مؤمن زكريا بره مظبوط بالظبط وليد سليمان انا شايف ان هو بقى ليدر في النادي الاهلي للامانه الشديده عامل دور ممتاز جدا اذا كان في صناعه اللعبه او في الجبهه اليمين او الشمال لما بيتحرك في الثلث الاخير بيبقى ممتاز جدا النقطه الثانيه موجوده عندك على الجبهه الشمال هنحط ميدو جابر لانه في اخر مباراتين كان اداؤه الفني كويس جدا وقدر يبقى محطه كويسه جدا للنادي الاهلي مع وليد ازارو هتبقى المشكله الحقيقيه للنادي الاهلي هي تحت راس الحرب بس انا عاصف ثقه عاميه ما اعرفش اذا كان سام ناصر ماهر موجود في الدكه ولا لا او موجود في التركيبه بتاعت النادي الاهلي او موجود في القائمه ولا لا انا بالنسبه لي ناصر ماهر
من اللاعبين اللي قدامهم مستقبل كبير جدا في النادي الاهلي وفي مصر. اذا خد ماتش واثنين وثلاثه واربعه مع الثقه من الجهاز الفني ممكن يكون الاربعه الجيدين جدا بالنسبه للنادي الاهلي في الخط الامامي. خالد بيومي. لا صح كلام بيومي كلام في الجول ناصر ماهر برضه. كابتن خالد انا شايف ان هو زي معاك يعني في نفس كلامك بالظبط في نفس اتجاهك. لعيب على مستوى عالي جدا فكريا كمان, عايز شويه حاجات بس كده فتنس شويه أتنبي. بس يبقى لعيب عالي جدا, وعايز كمان زياده في المباريات وخبره في المباريات مش اكتر, يبقى لعيب عالي جدا. لا لا هو يمكن كمان تكمل كلامك يا كابتن ميدو وتكمل كلام كابتن طارق سليمان على ناصر ماهر. ناقص بس هو محتاج يا كابتن لازم يبقى حاسس انه لابس تيشيرت النادي الاهلي اكتف شويه. لازم يسيبه من المقارنات اللي بيتم بيها مين راح مين جاي مين قاعد. لا هو صار العاب النادي الاهلي في الوقت الحالي عليه منافسه كبيره جدا وعليه ضغوط كبيره جدا. هل هو كفء او قد ان يشيل يستحمل الضغوط ديت؟ قدها لو قدها يشتغل وهيبان وهيظهر وهيبقى اضافه كبيره جدا للكره المصريه. وجهه نظري هو كلاعب لعيب فنياته عاليه جدا امكانياته الفنيه عاليه جدا, انما الضغوط بتاعت الاهلي كبيره على لعيب صغير في السن, وبالتالي اتمنى ان هو يشتغل على الحته دي كويس. كابتن خالد ايه اللي يقلقك بكره من ماتش الاهلي والترجي من جانب نادي الاهلي تحديدا؟ يقلقني ان حسام عاشور مش موجود, بس انا واثق في احمد فتحي وعمر السلاله موجود, مع ان انا شايف لعيبه الارتكاز في النادي الاهلي ما فيهاش مشكله. اكرم توفيق لعيب ممتاز جدا, معرفش مع الوقت ممكن يكون اضافه كويسه جدا للنادي الاهلي. هشام محمد نفس الموضوع, لعيبه من اللعيبه اللي تلعب وتأدي الدور الثالث في الارتكاز او صانع العاب, لاعب ممتاز جدا. ليقلقني السته اللي قدام في الترجي, بس انا ما يقلقنيش حد في النادي الاهلي. ليقلقني يوسف البلالي, المجري, نيت البدري, غلال الشعلالي, طه ياسين خنيسي بعد العوده من الاصابه, نفس الموضوع الاثنين لعيبه نص الملعب دول يقلقوني في الترجي. انما غير كده لا الملعب تيم جماعه كومباكت بيفرق كتير جدا عن اي نادي اخر. اعتقد ان هو قادر على العوده بنتيجه ايجابيه للنادي الاهلي اذا استغل الرباع الاخير واذا قدر يحسن التعامل مع السداسي الامامي لنادي الترجي. اكيد يا كابتن خالد, يعني انا مش عايز اطول عليك مع اني مش عايز اسيبك, لكن اخر سؤال اساله لك, باتريس كالترون خالد بيومي شايفه ازاي؟ شايف ان طريقه اللعب وبتاعه اللعب المباشر اللعب اقل عدد من اللمسات عشان اوصل للجون, ولا النادي الاهلي احسن اللي هو يعمل استحواذ اكتر عشان يلاقي ثغرات في دفاعات الفرق المنافسه؟ لا انا اعتقد ان اللمسه ان السرعه افضل كتير جدا. العناصر اللي موجوده عنده في الوقت الحالي تدي له ناتج السرعه بميدو جابر وليد سليمان ووليد ازار. صحيح اصابه جونار اجيلا اي مدير فني تاثر على المستوى الفني, انما اعتقد ان السرعه ممكن تكون مهمه جدا بكره بالنسبه لباتريس كالترون. هو في النادي الاهلي مع احترامي وتقديري لسه حتى الان لم يفرض بصمته على لعيبه النادي الاهلي وعلى تشكيل النادي الاهلي, فرقه من الفرق الكبيره جدا على مستوى افريقيا الوطن العربي, وبالتالي لسه باتريس كالترون محتاج وقت ومزيد من الوقت. انما طبعا انا شايف انه بدا ياخد وضع كبير جدا او معرفه كبيره جدا بقيمه وامكانيات اللعيبه اللي موجودين في النادي الاهلي. لكن باتريس كالترون في نظر خالد بيومي كشخص او كمدرب او كمدير فني بعيد عن النادي الاهلي شكله ايه؟ لحد ما ممكن اقول انه شخصيه هاديه جدا متزنه, ممكن يجي بلد. انا شايفه ان هو مدرب المدربين الجيدين جدا اللي جم مصر. صحيح الفرصه ما سعفتوش مع وادي دجلة, بس الاختلاف الامكانيات والفوارق موجوده عند النادي الاهلي بالعناصر الموجوده في النادي الاهلي. صحيح في الوقت الحالي كمان كابتن ميدو في تغيير جلد في النادي الاهلي في عناصر كثيره جدا بالظبط, وبالتالي محتاجه وقت بالنسبه لباتريس كالترون. اكيد يا كابتن خالد, شايف في منافسه في الدوري العام السنه دي؟ طبعا هتكون بين كام فرقه؟ جدا ممكن اقول لك النادي الاهلي طبعا, نادي الزمالك, مش هستثني بيراميدز لانهم الفرق اللي ممكن يكون عندها امكانيات مع الوقت يبقى منسجمين بشكل رائع جدا. المصري بحسام حسن حتى لو كان خسر النادي الاهلي, نفس الموضوع نادي الاسماعيلي. لا دوري السنه دي مختلف جدا بامكانياته الفنيه, بقوه المدربين الموجودين فيه, بالعناصر, باختلافهم في امور كثيره. اعتقد ان الدوري مختلف تماما. كلمه لجمهور النادي الاهلي يا كابتن خالد. بالتوفيق لكم في كل شيء. نجم التحليل الاول في الوطن العربي خالد بيومي, شكرا جدا جدا ليك. يعني حاجه جميله طبعا, حاجه جميله جدا. ويعني بص تحس انه قاري المباراه لا سهلة. خالد بيومي يعني طبعًا. خالد بيومي بصراحه حاجه قاري ان شاء الله, وحافظ مذاكر حافظ فرق
الدوري المصري، الدوري الانجليزي، الدوري الايطالي، الدوري الالماني، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، موسوعه كرويه متنقله. بعرف اقراك كمان، انت عايز ايه، عايز سؤال ايه، زي ما انت شايف كده. لا ما شاء الله يعني، يعني اعتقد ان احنا لمينا مع خالد بيومي، انتوا بتثقوا فيه وانا عارف تثقوا فيه، بقرا دايما على السوشيال ميديا خالد بيومي، معشوق كل الجماهير المصريه عموما، بتثقوا فيه وفي رايه. اتكلم على باتريس كالترون بمنتهى الصراحه، بمنتهى الامانه، قال لسه، ولكن مدرب ليه شخصيه قويه جدا، مدرب فنيا عالي جدا. اعتقد ان هي مداخله مميزه من خالد بيومي. احنا كنا بنتكلم في نصايحك، انا مش ناسي الشناوي. كنا بنتكلم زي ما بقول لك، التركيز يعني عشان التركيز بنسبه 100%، حاجتين اتنين. الحاجه الاولى زي ما بقول لك كنت بتكلم، دايما يتحرك مع تحرك الكوره، دايما اي تحرك الكوره في الملعب، انا كمان ليها تحرك. يعني ممكن الكوره تتحرك 50 متر او 50 يارد، ممكن يبقى ليها تحرك 2 يارد، ممكن تتحرك 10 يارد، ممكن تتحرك نص يارد، بس لازم تفرق معايا نص يارد دي، سواء بقى في الحاجات اللي يبقى فيها تصويب على المرمى، او في الامور اللي تبقى خاصه للحاجات اللي بتبقى ورا خط الظهر، الحاجات اللي دايما بتبقى ورا خط الظهر. مهم جدا برضو بقى يعني الفاولات، وتعرف ان التوانسه مميزين جدا جدا في الحاجات الثابته، فاولات من الجناب مهمه جدا، ان دايما يبقى طبعا اكيد كل الكلام ده بيتقال، يعني متاكد يعني بالظبط، تقول على النصايح يعني، الناس كلها تبقى بره شويه، ما تخشش في جوه قوي عشان ما يبقاش فيه مشاكل. طول ما كل ما اللعبه بتخش جوه السته بيبقى المشاكل كتير بالظبط، تبقى في زحمه والكره بتبقى يعني بيبقى في شويه عشوائيه. شفنا جوارديولا في الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت كان بيسيب حوالي 15 ياردة بالظبط. مهم كل الحاجات دي مهمه. الحاجه الثانيه طبعا التوجيه، التوجيه طبعا، واقرب الناس بيوجههم طبعا الديفندرين اللي موجودين في الملعب والاثنين الاربعه في خط الظهر، اقرب الناس دايما يبقى في توجيه، لان هم في الحاجات الثابته زي ما بقول لك خطر. فمهم قوي الحاجات ديت، وان شاء الله باذن الله الشناوي يعمل مباراه كويسه، او حتى لو شريف هيلعب، لو علي لطفي، بالتوفيق ليهم ان شاء الله باذن الله. انا متاكد ان الماتش كويس ان شاء الله. اكيد دي لقطات قدام حضراتكم، كابتن خطيب طبعا موجود في تمرين النادي الاهلي، كابتن خطيب لما ساله سعد سمير كابتن خطيب يعني وجوده بيشكل ضغط ولا بيشكل ايه بالنسبه لك، قال طبعا بيشكل طبعا دفعه معنويه هايله لكل اللعيبه، وبيشكل ضغط ان احنا لازم نكسب كمان، لكن ضغط ايجابي وليس ضغط سلبي. كابتن خطيب اسطوره الكره المصريه ورئيس النادي الاهلي. كابتن طارق، اخر سؤالين ليك، احنا قدامنا بالظبط دقيقه ونص. اكتر موقف زعلك في النادي الاهلي، واكتر موقف كنت طاير بيه من الفرحه في النادي الاهلي، انت يعني موقف في الكوره، في الكوره في الماتش، مباراه السوبر الافريقي اللي كانت في الجزائر. احنا كنا واخدين الكونفدراليه وفاق الصيف كان واخد ابطال دوري، والمباراه دي احنا تعادلنا في الوقت الضايع، يعني الحكم كان حسب وقتها 3 4 دقايق، كان خلصوا 3 4 دقايق، وكان في كورنر لينا اتلعب على مرتين، رفع حسين السيد حطها متعب، تعادلنا 1-1، ايوه لسين رجلين، تعادلنا 1-1 ولعبنا ضربات جزاء. فمن اكثر البطولات اللي زعلت عليها، كنا اتمنى نكمل 6 بطولات. فدي من الماتشات اكثر فرحه ليك بقى في النادي الاهلي، اكثر فرحه انا فرحت ان شاء الله، الحمد لله. فرحت كتير، بس الفرحه في حاجه لها طعم، اول فرحه، اول بطوله افريقيه اللي كانت في تونس برضو، اللي كان ماتش الترجي طبعا، كنا متعلمين هنا 1-1، وكان في جون دخل في شريف طبعا بتاع وليد الهشري، اللي كان بالكره العرضيه اللي حطها بالدماغ، والماتش اللي بعدها كان بعدها باسبوعين، ما كانش في دوري ولا كان في كاس ولا كان في اي حاجه، تعادل سيد حمدي محسن من بوسه مين سيد حمدي وجده بالظبط، بس انا بقى لا في الماتش في القاهره تعادل سيد حمدي، سيد حمدي تعادل هنا بالزبط. وجده هناك ووليد سليمان، جده ووليد سليمان، سيد حمدي تعادل. فالماتش اللي كان هناك احنا قعدنا اسبوعين على ما لعبنا الماتش اللي هناك. مش عايز اقول لك بقى يا كابتن عبد الحميد الضغوط اللي احنا اتحطينا فيها، انا اول ماتش بقول لك على طول شوف اكرامي، ده جده، ده جده، ده الجون الاول بتاع جده. مش عايز اقول لك بقى لا اسبوعين ضغوط وشتيمه طبعا كلها كانت للامانه، يعني الناس من كتر حبها للنادي الاهلي يعني كل واحد من كتر الانتظار ان المباراه لسه قدامها اسبوعين، دي كانت كتير جدا بالنسبه لي، بالنسبه لي طبعا لشريف، والحمد لله رب العالمين رحنا هناك وربنا اكرمنا وكسبنا 2-1 وخدنا البطوله يعني، وكانت دي بطوله غاليه جدا يعني. يا رب دايما كده ان شاء الله في افراح وفي انتصارات، وكل سنه وانت طيب يا كابتن طارق، ونورتني وشرفتني وسعدت جدا بلقائك. عندي اسئله كتير جدا لكن للاسف وقتنا
يعني انت ان شاء الله تنورنا ان شاء الله في فرصه ثانيه ونتكلم بقى عن قطاعات الناشئين وازاي ننميهم وزي ما انت الكلام اللي انت كنت بتتكلم ان شاء الله. كابتن حميد انا بشكرك طبعا وسعيد جدا جدا ان انا يمكن ده اول تواجد ليا بعد ما مشيت من النادي الاهلي في قناه النادي الاهلي ودي طبعا يعني قناه انت مشيت بس انت موجود طبعا انت يعني انا بالنسبه لي يعني هفضل طول عمري طبعا يعني أكيد. حب للنادي الاهلي وللنادي الاهلي دايما كلنا استفدنا من النادي الاهلي وكلنا طبعا بننتمي لكيان كبير جدا جدا واحنا بنبقى كمان فخورين واحنا بننتمي للكيان ده. فبشكرك طبعا وبشكر كل الناس اللي في قناه النادي الاهلي وان شاء الله باذن الله يعني نتقابل تاني ان شاء الله باذن الله. باذن الله نورت وشرفتك ربنا يكرمك يا كابتن. يعني دي كانت فكرتنا مع النجم طارق سليمان. سيبكم بقى مع النجم الاخر امير هشام عشان يكمل بقى معاكم باقي فقرات الاهلي الليله. كابتن ميدو بشكر طبعا كابتن طارق سليمان اكيد كان حوار مميز وممتع وشيق جدا مع الكابتن طارق سليمان وبالتحديد في الناحيه الفنيه والامور الخاصه بمباراه الغد ما بين الاهلي والترجي التونسي واللي بنتمنى فيها كل التوفيق بكل تاكيد للنادي الاهلي في هذه المباراه عشان يتاهل مباشره بشكل نهائي في حاله الفوز غدا ان شاء الله على الترجي في رادس. النادي الاهلي يتاهل بشكل رسمي للدور الثمانيه ومن ثم طبعا المنافسه بكل قوه على هذه البطوله الهامه جدا 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 بالنسبه لنا كلنا كاهلاويه وبنحلم بشكل كبير جدا ان احنا نفوز بها بعد غياب 5 سنوات وان شاء الله كمان نتاهل لكاس العالم للانديه وده الهدف الاسمى والاهم للجهاز الفني واللاعبين خلال هذه المرحله وخلال هذه البطوله بالتحديد. بالتالي كان لقاء او حوار ممتع مع الكابتن طارق سليمان احد نجوم النادي الاهلي السابقين ومدرب حراس المرمى السابق. بشكرك يا كابتن ميدو. دلوقتي اكيد عندنا فقرات عديده وفقرات اخرى خاصه ببرنامج الاهلي الليله. هيكون في فقره خاصه بالاهلي في كل حته وهي خاصه بكل الفرق اللي اسمها الاهلي على نفس اسمنا بنهتم طبعا دايما باخبارهم ونشوف ايه اخر استعداداتهم للموسم الجديد. بالتالي هنبتدي بفريق اهلي دبي الاماراتي واللي نجح خلاص في ضم الارجنتيني فيشيو على سبيل الاعاره. الارجنتيني فيشيو ده لاعب كان بيلعب في سانتوس البرازيلي. فريق اهلي دبي قدر ان هو يتعاقد معه على سبيل الاعاره مع حقيقه الشراء في نهايه الموسم لو الطرفين وصلوا لاتفاق نهائي. ده طبعا كان اللاعب الاجنبي الرابع في صفوف اهلي دبي. هم عندهم 3 لاعبين اخرين، لاعب ايضا ارجنتيني اسمه ماورو دياز وايضا الاكوادوري جيمي ايوفي والبرازيلي لوفانور. اكيد عندهم بعض الاسماء وبعض اللاعبين المميزين جدا اللي هيكونوا اضافه بالنسبه لهم خلال الموسم الجديد. اكيد نتمنى كل التوفيق لفريق اهلي دبي. اكيد ان شاء الله هم فرق كبيره على فكره. وبالمناسبه كمان فريق اهلي دبي لما بيكون في معسكر للنادي الاهلي هناك في الامارات او في دبي بالتحديد بيوفروا لنا او بيوفروا للنادي الاهلي الملعب الخاص بهم، ملعب التدريب الاساسي. فده طبعا يعكس مدى العلاقه الجيده جدا ما بين الاهلي المصري واهلي دبي. عشان كده لازم نهتم دايما باخبارهم وكل ما يخص فريق اهلي دبي. فان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في الموسم الجديد. ده كان خبر وتعاقد اهلي دبي مع اللاعب فيشيو اللاعب الارجنتيني واللي جاي من سانتوس البرازيلي. عندنا خبر اخر وخاص بفريق اهلي طرابلس الليبي واللي يمكن زي ما احنا عارفين الفتره اللي فاتت كان في كلام كتير جدا على المباراه الخاصه ببطوله العرب امام فريق الوداد. المباراه كان مقرر ليها ان هي تكون في المغرب في كازابلانكا بالتحديد، وبالتالي المباراه دي اتاجلت بسبب عدم حصول فريق اهلي طرابلس الليبي واللي بيقوده كابتن ايهاب جلال المدير الفني المصري. ما كانوش حصلوا على التاشيرات الخاصه بدخول المغرب، فبالتالي المباراه اتاجلت 24 ساعه. لما اتاجلت 24 ساعه كان في مباراه السوبر الاسباني ما بين اشبيليه وبرشلونه واللي حسمها برشلونه من يومين ثلاثه، فبالتالي ايضا ما ينفعش ان المباراه دي تقام. فبالتالي كمان الاتحاد العربي بيسعى في الفتره دي ان هو يجد حل لهذه المباراه. الحل الاقرب انه هيكون في ملعب محايد لاقامه مباراه الاهلي طرابلس والوداد، وهي هتكون مباراه فاصله بقى مش هيبقى في مباراه ذهاب وعوده. فبالتالي هيكون في اجتماع في الاتحاد العربي خلال هذا الشهر عشان يستقروا على هذه الجزئيه، وهيكون في او بشكل اقرب هيكون في ملعب محايد يقام عليه هذه المباراه علشان يحسموا المتاهل لدور ال 16 من البطوله العربيه. هتكون مباراه قويه جدا وخصوصا ان هي هتكون مواجهه من مباراه واحده فقط بعد ما كان مقرر ليها مباراتين، وده بنظر للظروف اللي احنا قلناها لكم والخاصه بعدم حصول فريق اهلي طرابلس على تاشيرات دخول المغرب. فبالتالي هتكون مباراه قويه، نتمنى
للفريقين كل التوفيق، لان طبعا فريق الوداد ايضا فريق شقيق، لكن فريق اهلي طرابلس يعني بيحمل نفس اسم النادي الاهلي، فاكيد بنتمنى له كل التوفيق. وايضا المدير الفني الخاص باهلي طرابلس هو الكابتن ايهاب جلال المدير الفني المصري، فاكيد نتمنى لهم كل التوفيق في هذه المباراه. مش بس بنهتم بالفرق اللي بتحمل اسم النادي الاهلي، لكن ايضا بنهتم بابناء النادي الاهلي اللي بيمثلوا النادي وبيمثلوا مصر في الخارج. فبالتالي هنتكلم عن الكابتن عظيمه. كابتن عظيمه طبعا كلنا فاكرينه كان المدرب العام للنادي الاهلي اثناء تواجد مستر مارتن يول المدير الفني الهولندي من حوالي سنتين ثلاثه. فبالتالي طبعا كابتن عظيمه اكيد بيتولى كابتن محمد عبد العظيم عظيمه بيتولى فريق مرابط، فريق في الدوري العماني، وهيبتدي الموسم الجديد. هو تعاقد معهم مؤخرا لنهايه الموسم، نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله ان هو يقدر ان هو يحقق معهم شيء جيد. وهو احد ابناء النادي الاهلي كابتن عظيمه، والراجل قدر ان هو يحصل على العديد من الرخص التدريبيه، سواء الرخصه دي حصل عليها في 2006 وايضا الرخصه ايه في المانيا قدر ان هو يحصل عليها. فبالتالي عنده اكيد خبرات كبيره من خلال التواجد في نادي مرباط العماني، وان شاء الله نتمنى له التوفيق مع بدايه الموسم اللي هيبتدي خلاص خلال ايام بالنسبه للكابتن طبعا الكابتن عظيمه ونادي مرباط العماني. نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. خلينا بقى نطمن بشكل كبير جدا على مباراه الاهلي والترجي التونسي واللي هتقام غدا ان شاء الله في رادس. مباراه هتكون قويه جدا من الناحيه الفنيه، فرقتين كبار، فرقتين دايما مواجهات ما بينهم بتبقى مواجهات قويه بنتمتع فيها كرويا كمان بغض النظر مين اللي هيكسب، لكن احنا تمنياتنا ان شاء الله كاهلاويه النادي الاهلي يقدر يفوز بكره. لكن نروح سريعا لتونس والاستاذ عبد الكريم العبدي الصحفي التونسي. استاذ عبد الكريم برحب بك ومساء الفل عليك. مساء الخير، تحيه ليك وتحيه للساده المشاهدين والمتابعين لقناه النادي الاهلي. تمام، كلمنا عن مباراة الغد وبالتحديد عايز اتكلم عن استعدادات نادي الترجي لهذه المباراة. خلاص الترجي تأهل للدور المقبل من بطولة دوري ابطال افريقيا بشكل رسمي، لكن كيف ينظر فريق الترجي لهذه المباراة ومواجهة النادي الاهلي؟ المباراة صعبة ما في ذلك شك، يعني مباراة الاهلي والترجي يعني هو يمكن أتقالي اسم كلاسيكو الكرة الإفريقية، يعني خاصة الفريقين الاثنين تقابلوا في السنوات والمواسم الأخيرة تقريبا بصفة تكاد تكون متواصلة ودائمة. الفريقين الاثنين الأهلي كالترجي، الفريقين الاثنين يلعبوا الكرة الهجومية، الفريقين الاثنين مهما اختلف الملعب أو المكان كل فريق يلعب الهجوم، حتى وإن كانت يعني المباراة يعني غير مهمة وحاسمة خاصة للترجي يلعب غدا، على الأقل حتى لا ينهزم يحاول باش ينتصر على الأهلي، يحاول يتخلص من منافس، يربح عليه نقاط على الاقل معنويه، لانه من المنتظر ان تكون مواجهه اخرى، وهذا ما نتمناه يعني في ان شاء الله في الدور النهائي، لان الفرق الاثنين الترجي تاهل والاهلي بالخبره وبالمباراه الاخيره وحتى بخبرته يوم غد، يعني حتى الاهلي يعني تقريبا بالمنطق الترجي والحسابات الترجي مر للدور الموالي، والاهلي يعني يكاد يكون مترشح او يعني ضامن تقريبا بنسبه مئويه كبيره باش يمر، لان اللقاء الاخير في القاهره يكفيه للفوز فيه كما نعرفوا الحسابات. المقابله ستكون صعبه على الفريقين الاثنين، اكيد المباراه مش تكون فيها اهداف كما تعودنا، مباراة هجومية لأن الفريقين الاثنين يلعبوا الهجوم، لأن الملعب ملعب رادس، ملعب العصر نتاع الملعب دائما من ممتاز جدا، الأهلي وكأنه يلعب في الملعب نتاعه لأنه تعود على مواجهة تقريبا على المواجهات في التونسية بشكل عام يعني وتعود يكسب فيه يعني يخسر على ألقاب. طب أنا عايز أسألك سؤال بمناسبة ملعب رادس، يعني هل موضوع أن النادي الأهلي بيقدر يفوز ملعب رادس ده عامل ضغط نفسي شوية على لاعبي الترجي التونسي، وخصوصا أن الموسم اللي فات بالتحديد النادي الأهلي قدر أن هو يتأهل على حساب فريق الترجي التونسي في ربع النهائي بالتحديد من ملعب رادس، هل ده في ضغط نفسي معمول على فريق الترجي التونسي وبيحاولوا أن هم يسقروا من هذه الهزيمة من خلال مباراة الغد؟ لا اعتقد ان الترجي يبحث على الفأر، المتاكد منه كون الترجي يلعب للفوز دائما كمثل الاهلي، يعني مباراه الموسم الماضي يعني دخلت طي التاريخ
ويعني الاهلي ترشح من نفس الملعب واحرز على اكثر من لقب. يعني الاهلي هزم الترجي وفاز على اللقب في فيرادس. النادي الصفاقسي ترشح على حساب النادي الافريقي. يعني الاهلي تعود قد كانه يلعب في الملعب بتاعه ملعب رادس ما عندوش مشكل وحسن الخبرات الكبيره رغم الاهلي تغير ومعناها وذهبت عديد النجوم لكن الاهلي يبقى الاهلي كما الترجي. يعني المقابله ستكون هجوميه سنشاهد فيها اكثر من هدف يعني في مباراه الغد ان شاء الله نشوفوا يعطي فكره معناها وصوره معناها نقول احنا باهيه وصوره ممتازه على الكره العربيه. ومرحبا بالاهلي في تونس وان شاء الله الفريق اللي يستحق باش يفوز ان شاء الله ان شاء الله. طب عدد الجمهور المتوقع حضوره في مباراه الغد مقدر بحوالي كم ممكن يحضر في ملعب رادس بكره ان شاء الله؟ والله يعني للامانه بعد الثوره اصبحت الجماهير تنسيه موسم بعد اخر سنه بعد اخرى اصبحت الجماهير بما فيها جماهير الترجي والافريقي اصبحت الجماهير لا تذهب للملاعب بنفس الكثره بنفس الاعداد الكبيره والغزيره كي مثل العاده. في مباراه الغد يمكن نشاهدوا 20,000 يمكن اكثر شويه يمكن اقل شويه. يعني لا اعتقد من المستحيل ان يكون الملعب رادس ممتلئ مثل ما اعتدنا قبل يعني معناها سنه تقريبا 2011. طيب بتحديد صفوف الترجي هل في اي اصابات بالنسبه لفريق الترجي ولا الفريق كله جاهز لمباراه الغد؟ الترجي يغيب عليه لاعب الوسط الدولي غيلان الشعلالي بسبب اصابه تقريبا الاصابه يلزمها ما بين بعد ايام واسبوع يعني غيابه عن مباراه الغد وهو لاعب اساسي في وسط ميدان لاعب وسط دفاعي او لاعب محوري غيلان اكيد لاعب جيد جدا لكن الترجي يعني الترجي له لاعبين خصم في منطقه وسط الهجوم. الترجي معناها في الوسط فريق قوي فرانكوم وكوليبالي فريق قوي وفي الهجوم الترجي قوي لكن الترجي لا يملك دفاع وهو حارس مرمى بنفس القوه اللي يملكها في خط وسط الميدان وخط الهجوم. طيب الاعلام التونسي بيتناول المباراه دي ازاي ومين ابرز اللاعبين اللي شايفه الاعلام التونسي او الجماهير التونسيه وجماهير الترجي بالتحديد في النادي الاهلي ممكن يكونوا مميزين ويصنعوا الفارق للنادي الاهلي غدا؟ اكيد اللي هي المباراه اللي بيتكلم عليها كل وسائل الاعلام يعني الصحافه المكتوبه الصحافه الالكترونيه الفيسبوك اللي يصبح عنده قيمه كبيره وكبيره جدا كما هو معروف مختلف الاذاعات يعني تتكلم عن المباراه التلفزيون التونسي او القنوات الخاصه. اللاعب النجم اللي هو في النادي الاهلي رقم هو نجم بتاع النادي الاهلي هو المغربي ازارو يعني هداف في النادي الاهلي في الدوري في الموسم الماضي على ما اعتقد اهدافه اللي سجلها انتصار الاهلي على النجم بالسته وتسجيله ثلاث اهداف في الحارس طبعا. الدولي تقريبا النجم اللي هو سيد كبير يعني هو ازارو وليد ازارو كمان المدافع الهداف المالي الجديد يعني للنادي الاهلي من النجوم اللي معناها اصبح يعني معروف خاصه منذ ان التحق بالنادي الاهلي كوليبالي طبعا وسجل تقريبا بالنادي الاهلي كوليبالي. طيب الفرقتين كان عندهم مواجهات في البطوله العربيه، الترجي اتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 هنا في الاسكندريه في مصر والاهلي تعادل مع النجم اللبناني بنتيجه 0-0، هل شايف المباراتين دول ممكن يكون ليهم ماثور او ممكن ياثروا على المباراه غدا من الناحيه الفنيه بالتحديد؟ لا اعتقد كل فريق تقريبا اخذها 4 أو 5 أيام يعني كل فريق يعني متعود على اللعب اكثر من يعني كل اسبوع مرتين وهو يوصل لثلاثه. لاعبين الترجي او الاهلي يعني هم عناصر ولاعبو المنتخب المنتخبات الوطنيه في مصر وفي تونس وفي المنتخبات الافريقيه يعني لن تؤثر البطوله العربيه اللي هي تبدا الحقيقه رغم جوائزها الماليه الكبيره هي تاتي في مرحله ثانيه بالنسبه للاهلي وبالنسبه للترجي وفي مباراه الغد معناها مش تكون مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات وناكد مرة أخرى المباراة مش تعرف تسجيل أهداف توقعاتك إيه؟ يعني نشاهدوا توقعاتي 2-1 الله أعلم للأهلي إن شاء الله صح؟ للأهلي؟ علاش مش للترجي؟ لا نتوقع 2-1 ان شاء الله نشوف مباراه كويسه ونشوفوا يعني المستوى والروح الرياضيه ما بين زوج فرق هذوما الاثنين يعني اللي تعودوا هما واصبحت مبارياتهم تقريبا في كل موسم على الاقل يتقابلوا مرتين. بالضبط. شكرا استاذ
كانت مداخله مهمه جدا من الاستاذ عبد الكريم العبدي، واللي يمكن دخلنا في اجواء المباراه بشكل كبير جدا. هو بيتمنى فوز الترجي بكل تاكيد كتونسي، واحنا اكيد بنتمنى فوز النادي الاهلي كمصريين وكاهلاويه بكل تاكيد. ان شاء الله النادي الاهلي هو اللي يكون موفق في مباراه الغد. طبعا دي لقطات من المران الاخير للنادي الاهلي والتدريب الرئيسي للنادي الاهلي في ملعب رادس، ودي لقطات حيه حاليا دلوقتي زي ما احنا شايفينها كده من مران النادي الاهلي والمران الرئيسي والاخير في ملعب رادس. اكيد هيكون مران مهم جدا، مستر باتريس كارتيرون من خلاله هيستقر على عدد من الامور الفنيه الخاصه بالنادي الاهلي خلال مباراه الغد، هيقدر كمان يستقر على التشكيل الاساسي او الاقرب ان هو يبتدي بيه هذه المباراه. ممكن يعلن التشكيل بالليل، اكيد هيكون في محاضره بالليل على فكره، وده شيء معتاد في النادي الاهلي وفي الجهاز الفني ان هم ممكن يكون بالليل بعد العشاء مباشره. التمرين هيخلص هيكون في عشاء، بعد العشاء هيكون في محاضره ممكن خلالها مستر باتريس يعلن التشكيل اللي ممكن يلعب بيه هذه المباراه للاعبين، عشان اللاعبين يهيئوا نفسيا او يهيئوا نفسهم نفسيا قبل هذه المباراه الهامه جدا. ان شاء الله طبعا تواجد كابتن كبير كابتن محمود الخطيب كرئيس بعثه النادي الاهلي، هو طبعا رئيس النادي الاهلي، ان شاء الله شيء هيكون دافع قوي جدا بالنسبه للاعبين، يستغلوا هذا الدافع، يستغلوا ان شاء الله ملعب رادس اللي احنا بنتفائل دايما بيه، ويقدروا ان هم يحققوا فوز من خلاله. ان شاء الله النادي الاهلي يتاهل مباشره كاول مجموعه، هيكون لسه ناقص مباراه اخيره سواء للترجي امام تاونشيب والنادي الاهلي امام كامبالا سيتي، هتحدد الشكل او هتحدد مين اول ومين ثاني. لكن ان شاء الله لو كسبنا بكره هتكون فرصنا كبيره جدا ان احنا نتاهل كاول، احنا فرصنا كبيره ان احنا اوريدي ان شاء الله نتاهل للدور المقبل في البطوله الافريقيه. لكن ان شاء الله الاهم بالنسبه لنا ان احنا نتاهل اول مجموعه، وده شيء معتاد عليه النادي الاهلي. فبالتالي ان شاء الله كل التوفيق للفريق غدا ان شاء الله في مواجهته امام الترجي التونسي في ملعب رادس، وان شاء الله يرجعوا لنا كده بالنصر وثلاث نقاط والوصول للنقطة العاشرة، أكيد هيكون شيء مهم وغالي جدا. دي طبعا كانت بعض فقراتنا في برنامج الأهلي ليلة، لكن لسه ما خلصناش، مستمرين معاكم لغاية الساعة 10. بعد لحظات هيكون معانا الكابتن خالد العوضي وهيكلمنا عن أخبار الألعاب الأخرى، وأيضا هيستضيف اللاعب برغوتا لاعب النادي الأهلي الجديد المنضم حديثا من الاتحاد السكندري أحمد علي برغوتا، هو لاعب كرة سلة وأكيد لاعب مميز جدا النادي الأهلي قدر أن هو يتعاقد معاه. استنونا بعد الفاصل وهذا اللقاء الهام جدا من خلال الكابتن خالد العوضي. اهلا بيكم بكل جماهير الاهلي على قناه الاهلي في الاهلي الليله. بشكر زملائي الكابتن عبد الحميد حسن والكابتن امير هشام على ما قدموه، وهنتابع في الفقره دي الالعاب الاخرى في النادي الاهلي. كل الفرق بتستعد لبطولات الموسم الجديد وحصاد موسم وبطولات ان شاء الله باذن الله. نتمنى كل الامنياتنا الطيبه لكل فرق النادي الاهلي بحصاد كل البطولات القادمه. هنبدا النهارده بالاخبار. عندنا اول خبر عن كره اليد واستعدادات فريق كرة اليد واستعداداته المؤهلة لي أو استعداداته لبطولة الدوري العام وبطولة البطولة الأفريقية في الساحل العاج. إن شاء الله منتخب فريق اليد هيسافر إلى المغرب لعمل معسكر وعمل مباراتين هناك قبل ما يطلع على ساحل العاج. فريق اليد هيكون معانا بإذن الله في أول الدوري، هيلعبوا 4-5 ماتشات قبل ما يسافروا، وبعد كده يطلعوا على المغرب يعملوا هناك ماتشين مع فرق المغربيه. استعداد الكابتن عاصم حماد شايف ان المباراتين في المغرب هم المناسبين لاستعدادات لبطوله افريقيا المقامه في ساحل العاج، مهمه جدا جدا البطوله الافريقيه اللي جايه، عشان النادي الاهلي اخر بطوله لابطال الكؤوس اللي كانت في صاله الاهلي في شهر 5 اللي فات، النادي الاهلي كسبها، لو كسب البطوله اللي جايه النادي الاهلي يبقى هيروح يلعب في السوبر الافريقي السنه اللي جايه ان شاء الله شهر 5 مع تاني البطوله الافريقيه لابطال الكؤوس اللي هو اتحاد ليبيا. اعتقد ده يبقى في مصلحه النادي الاهلي، نتمنى لفريق الاهلي كل امنياتنا الطيبه باذن الله في استعداداته القويه والجاده للموسم الجديد. عمر حجاج لاعب النادي الاهلي بيقول في كره اليد، بيقول ان الموسم ده موسم عايزين نعمل موسم تاريخي للجيل ده، وعايزين نعمل موسم تاريخي للنادي الاهلي بحصد كل البطولات. عندهم فتره اعداد قويه مع منتخب مصر النهارده الايام دي، لكن بيقول ان هو في المرحله الجديده في المشاركات الجديده عايز يستعد لي كل بطوله، وكل بطوله بيقول ان كل بطوله بظروفها او بشكلها او بوضعها، فان شاء الله باذن الله
نتمنى له ان يبدا بضربه قويه زي ما هو بيقول، نبدا بضربه قويه باذن الله في اول مباراه في الدوري، ونطلع ناخد بطوله افريقيه ونرجع نكمل الدوري ان شاء الله باذن الله. كل امنياتنا طيبه لفريق كره اليد في الموسم الجديد بنتائج طيبه هو كل فرق النادي الاهلي. النادي الاهلي عودنا دايما ان بيساعد كل اللاعبين او بيساعد كل الفرق او عامل مؤثر جدا 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 لكل الفرق. في فريق التنس طاوله اخر مجلس اداره في النادي الاهلي اقر بسفر فريق التنس طاوله الى بطوله انشن الدوليه. بطوله انشن الدوليه بتقام في الصين، الصين من الدول الكبرى جدا في عالم التنس طاوله. هيسافر الفريق باذن الله فريق التنس طاوله هيستعد للبطولات العربيه والبطولات الافريقيه وبطوله الدوري العام وكاس مصر. هيسافر بقياده المدير الفني كابتن اشرف عبد الفتاح، هيسافر اثنين من اللاعبين، هيسافر سيد لاشين عمر بدير محمود فتحي، لعيبه قويه جدا، لعيبه مصنفه على مستوى مصر وافريقيا والعرب ان شاء الله باذن الله في بطوله انشن الدوليه. بطوله مهمه جدا 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 في اطار استعدادات برضو كل الفرق النادي الاهلي باهتمام مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب بكل فرق النادي الاهلي اذا كانت فرديه او جماعيه. استعدادات وطموحات وكل حاجه لكل فرق النادي الاهلي في الموسم الجديد. عندنا فريق كرة السلة، كرة السلة في الناشئين عندنا أبطال في كرة السلة كبار، عندنا أبطال في كرة السلة حاجة مشرفة جدا جدا، بيمدوا كل المنتخبات المصرية في كل الأعمار السنية بمجموعة كبيرة وذخيرة قوية جدا لمنتخبات مصر. النهاردة معانا تقرير مع كابتن طاهر رجب رئيس قطاع ناشئين لكرة السلة بالنادي الأهلي. هنخرج للتقرير وهنرجع نستقبل ضيفنا، ضيفنا برضو من أبطال كرة السلة وهو كابتن أحمد علي المنضم حديثا من أندية كتيرة جدا جدا وحكاية كبيرة جدا جدا مع كابتن أحمد علي نجم النادي الأهلي في كرة السلة. نطلع عليه تقرير وترجعوا لنا مرة تانية. بنمر بالمرحلة اللي هي استعداد الموسم الجديد. واستعداد الموسم الجديد ده أول ما بنبتدي باختيارات جديدة، بنبتدي باختبارات بعديها وبالذات للقطاع التعليمي، بحيث ان احنا ناخد احسن العناصر، وبنركز كمان مع الاعضاء العاملين في ان احنا ناخد نسبة كبيرة منهم. واما بالنسبه لقطاع البطوله اللي هو بدءا من 14 سنه لغايه 20 سنه، فده طبعا برضك بيحصل اختيارات وتفضيل، بس بيكون الملامح ظهرت من السنين اللي قبل كده. ونبتدي بقى نسجل اللعيبه اللي احنا محتاجينها عشان نبتدي فترات الاعداد للقطاع التعليمي، او نبتدي فترات الاعداد لقطاع المنافسه والماتشات او البطولات. وبرضك هيبتدي بقى البرنامج، لان يعني مش هيبقى اعداد، برنامج بتاع القطاع التعليمي اللي هو من 10 ل 12. وطبعا انا اعتقد ان احنا الحمد لله ماشيين بطريقه يعني صح الى حد ما، بدليل ان احنا محتكرين بطوله المرتبط اللي هي الفاصل بين قطاعات الناشئين من 14 وتحت والقطاع اللي هو بتاع البطولات لحد درجة أولى. فكونك ان انت تكسب بطولتين مرتبط ورا بعض، ده دليل ان في تفريخ من تحت، ان في كتير من الناشئين طالعين، ان الاجيال متتالية، خدت بال حضرتك، ومعظمهم من ولاد النادي ومن أكاديمية الباسكت في النادي، معظمهم يعني يصل الموضوع لغاية 85% أو 80%. فبالتالي أنا أعتقد أن نفس البرنامج ده هيتم السنة دي،
وربنا يعيننا بقى ان شاء الله ونحقق نتائج، لان احنا السنه اللي فاتت كنا واخدين 60% من البطولات بتاعه الناشئين. في بطوله القاهره خدنا درع القاهره، درع منطقه القاهره كل، وخدنا درع الاتحاد طبعا، ده مضاف عليها نتائج درجه اولى اللي هي المرتبط وكاس مصر، واحنا نتائجنا حوالي 60%، يعني معظم البطولات مرتبط و16 و18 هي اللي فات علينا 14 و20، فبالتالي 60% ده من البطولات معناه ان شاء الله الحمد لله احنا ماشيين صح. مراحل انت زي ما قلنا في القطاع التعليمي بعمل اختيارات من الاكاديميات هنا وفي الشيخ زايد وفي مدينه نصر ليهم الاولويه، وباخد العناصر اللي ممكن تصلح للانضمام. الكلام ده اختيار او انتقاء للعناصر دي. بعديها بحوالي 3 أسابيع بنعمل اختبارات لتسجيل عدد معين احنا محكومين به في الاتحاد المصري لكرة السلة. ده بالنسبة لقطاع التعليم. اما بالنسبة لقطاع البطولة، وطبعا احنا نادي بطولة، يعني المركز الاول يا بلاش، او بيعتبر المركز الثاني ده بيعتبروه فشل، المركز الثاني بيعتبروه زي المركز الاخير ما فيش فرق. النادي الاهلي ما يعرفش غير البطوله. فبالتالي انا طبعا عندي زي ما قلنا عدد كبير من اولاد النادي هم اللي مدعمين المرتبط، وهم اللي كسبوا المرتبط السنتين اللي فاتوا، وهم اللي كسبوا بطولات الجمهوريه بنسبه عاليه كده اهو. بس برضك بنبص للعناصر اللي هي مش موجودة عندنا هنا عشان نبقى نادي بطولة، اللي هي بتميز بالطول أو واحد مهاري ما عندناش الموهبة بتاعته كبلي ميكر ولا بوينت جارد ولا صانع ألعاب، كل الحاجات دي بنراعيها بحيث إن في الآخر نبقى إحنا الحمد لله الأقوى والأول على مصر والجمهورية.